أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم وأهلا وسهلا بكم. هذا الصباح فضاؤكم الإخباري بمحطاته المتنوعة وربورتاجاته وأيضا أركانه القارة. نتابع اليوم وبعد عرض لعناوين الصحف جولة في عالم التكنولوجيا، مسافة أمان الرصيف وتنظيم استخدامه من طرف الراجلين وجهود القضاء على ظاهرة استغلاله من طرف التجار. في موضوع آخر ومع ضيف الصباح، الخدمات والرقمية الجديدة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء في إطار العصرنة وتحسين الخدمة العمومية، وفي إطار تشجيعية الشبابية المبدع أنموذج لمؤسسة ناشئة تعمل على تطوير منصة رقمية لتدعيم للدعم التربوي للتلميذ. وفي الذاكرة التاريخية نقف اليوم مشاهدينا في ذكرى استشهاد بطل ثورة التحرير المجيد العربي بن مهيدي، قصة بطل خالد في تاريخ الجزائر. في البيئة، اليوم العالمي للحياة البرية، المقومات الطبيعية وجهود الحفاظ على التنوع البيئي، لنختم الصباح بطائفة من أخبار الرياضة. كل هذا والمزيد إلى غاية العاشرة من هذا الصباح، ابقوا معنا. أجدد بكم الترحاب مشاهدينا الأكارم ومستهل برنامج اليوم وكالعادة إطلالة في عناوين الصحف. عناوين الصحف تقرأها لنا أسماء تركي. صباح الخير أسماء، أهلا بك. صباحك سعيد فايزة. مشاهدينا أهلا بكم في معرض الصحف، وسهل جولتنا الإخبارية من جريدة اليوم والتي سلطت ضوء على حوار رئيس الجمهورية مع الصحافة الوطنية، حيث أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أنه من غير المستبعد إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة في نفس اليوم، معتبرا ذلك مطلبا مشروعا للطبقة السياسية، ومؤكدا أن قانون الانتخابات المعدل سيسمح ببروز الكفاءات ومحاربة المال الفاسد، مشيرا السيد الرئيس إلى أنه لا يمكن وقف تيار التغيير، ومعتبرا أنه لا بد من تغيير الذهنيات حتى نتمكن من بناء مجتمع جديد وجزائر جديدة. دعم المؤسسات الناشئة من أولويات برنامج الرئيس، عنوان ورد بجريدة الخبر جاء فيها. أشرف الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد أمس الثلاثاء على التدشين الرسمي لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة المتواجدة بدارتك على مستوى حظيرة دنيا بارك في ولاية فايت بالجزائر العاصمة. هذا وأكد السيد الوزير أن تدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة جاء لدعم الابتكار والشركات المبتكرة. وفي سياق ذي صلة، جريدة الموعد عنونت إعفاء شباب الجالية من التنقل إلى الجزائر لإنشاء مؤسسة مصغرة، حيث قررت الحكومة إعفاء شباب الجالية الوطنية الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية من شرط التنقل لأرض الوطن للقيام بالإجراءات الإدارية الأولية الخاصة بإنشاء المؤسسة المصغرة، تشجيعا للجالية بالمهجر على تحقيق مشاريعهم وإنشاء مؤسساتهم المصغرة بأرض الوطن.
إلى جريدة الإخبارية والتي كتبت: ديوان الخضر واللحوم يباشر عملية تموين الأسواق ببطاطا الاستهلاك لضبط الأسعار. ونقرأ في تفاصيل الخبر: باشر أمس الديوان الوطني المهني للمشترك للخضر واللحوم عملية تموين الأسواق ببطاطا الاستهلاك بهدف تغطية احتياجات السوق وضبط الأسعار بعدما شهدت تذبذبا الأسبوع الماضي، مطمئنا أن مخزونات البطاطا تكفي إلى حين بلوغ موسم الجني القادم. المقال تطالعونه في الصفحة الرابعة. إلى جريدة البلاد والتي عنونت: استحداث فرق تفتيشية لضمان وفرة الدواء للمواطنين، حيث أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية أنه تم استحداث فرق تفتيشية مختلطة بين قطاعي صناعة الصيدلانية والتجارة ستتكفل بمراقبة المؤسسات الصيدلانية. وحسب بيان للوزارة فإن الإجراء يأتي في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء وحصول المواطنين عليها. وبجريدة المشوار السياسي نطالع مقالا تحت عنوان: استحداث 10,000 منصب في الشبه الطبي، حيث كشف مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات توفيق عمراني عن استحداث 10,000 منصب بيداغوجي للشبه الطبيين عن طريق تنظيم مسابقة في 3 اختصاصات للمساعدين الطبيين على مستوى جميع ولايات الوطن. وقد استقبلت الوزارة في هذا الصدد أزيد من 240,000 طلب ترشح عبر كامل القطر الوطنية. ومن أخبار الصحف الوطنية إلى أهم العناوين الدولية الصادرة اليوم والمستهل من جريدة العربي الجديد والتي عنونت: قتلى وجرحى في إدلب والقنيطرة ومقبرة جماعية بريف حماة. ونقرأ في التفاصيل: قتل وجرح عناصر من قوات النظام السوري بقصف على موقع لهم في جبل الزاوية بريف إدلب شمال غربي سوريا، فيما أصيب عنصر بجروح خطيرة في هجوم من مجهولين في ريف درعا جنوب البلاد. هذا وعثر على جثث لأشخاص مجهولي الهوية في بئر مياه بريف حماء. وبجريدة الشرق الأوسط نطالع مقالا تحت عنوان: داعش يهاجم مركزا إغاثيا للأمم المتحدة في نيجيريا ويحاصر 25 موظفا، حيث شن مسلحون متطرفون هجوما على مركز إغاثي تابع للأمم المتحدة في مدينة ديكوا شمال شرقي نيجيريا، وحاصروا ملجأ احتمى فيه 25 موظفا إغاثيا. ووفقا للمصدر العسكري فإن الجيش أرسل تعزيزات من بلدة مارتي الواقعة على بعد 40 كيلومتر للمساعدة في فك الحصار عن موظفي الإغاثة. إلى جريدة القدس العربي والتي عنونت: واشنطن تحث إثيوبيا على وقف العنف وحماية المدنيين في تيغراي، حيث قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكين حث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس الثلاثاء على وقف العمليات القتالية في إقليم تيغراي، نعم مشيرا إلى وجود تقارير تتضمن ارتكاب فظائع وانتهاكات ومخالفات لحقوق الإنسان، تضيف الجريدة. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية عبر عناوين الصحف الوطنية والدولية. فقرات برنامج هذا الصباح متواصلة عبر الإخبارية الجزائرية ورفقة زميلة فايزة باشي. عودة إليك. نعم أسماء، وهو كذلك أشكرك جزيلا. مشاهدينا أمر معكم الآن إلى هذه الوقفة في عالم آخر الإبداعات التكنولوجية مع ياسين حسيني.
كريم، هذا المنتج هو ما تحتاجه. منزل متنقل تستطيع تجهيزه خلال دقيقة واحدة بمكان يكفي 3 أشخاص. يتميز بوزنه الخفيف وتناسبه مع مختلف السيارات. مصنوع من مادة مضادة للمياه، وبه جزء شفاف في الأعلى لتستمتع بالمناظر الطبيعية الليلية. هيكله الخارجي قوي للغاية ويحتوي على نظام القفل بالمفتاح لضمان السلامة. ذهبت في عطلة واحتجت لشيء يحفظ لك المواد الغذائية من التلف، هذا الصندوق الذكي هو الحل. مقسم إلى جزئين، لكل جزء أزرار تحكم خاصة بدرجة الحرارة، إذ يمكن وضع الفاكهة في جزء واللحوم والأسماك في الجزء الثاني دون تأثير أي منهما على الآخر. من جديد مشاهدينا الآن مع ركن مسافة أمان. من أهم أجزاء الطريق الرصيف هذا الفضاء المخصص للراجلين لضمان راحتهم وأيضا أمنهم في استعمال الطريق، غير أنه قد يحول لأغراض أخرى مما يعيق ذلك خاصة استعماله من طرف التجار وأيضا الباعة، حتى أنه بات يطلق على بعضهم تجار الرصيف. ما هي المساحة القانونية لتنظيم هذا الجزء من الطريق؟ ثم ماذا عن دور أجهزة الأمن في الحفاظ عليها؟ وما دور أيضا مختلف مستخدمي الطريق في حماية الرصيف؟ العميد رابح زوابي رئيس خلية الاتصال بمديرية الأمن العمومي يجيبني عن هذه الأسئلة وغيرها. صباح الخير، أهلا بك. شكرا، بارك الله فيك. أهلا بك. إذن نتحدث اليوم عن الرصيف، بداية كيف نعرف الرصيف في قانون المرور الجزائري؟ شكرا، أولا بارك الله فيك، سلامي وأحلى كلامي إلى كل مشاهدين الأكارم، تحية طيبة أمنية إعلامية إلى كل الذين يرون من خلال هذه الشاشة الموقرة، وبعد سلامي إليك باسمك ووسمك وجميل وصفك ومن خلالك إلى كل مشاهدين الأكارم. أي نعم، أمام الوقاية من هذه الإشكاليات وخاصة ترشيد، شيء مهم جدا، ترشيد السلوكات الحضرية وأيضا ضبط تلك المنافية للقواعد العامة. من هذا المنطلق تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على مواجهة هذه الإشكاليات القائمة. نقول الإشكاليات ولا نقول المشكلات، لماذا؟ لأن المشكلة هي مشكلة قائمة، ولكن الإشكاليات هي النظر في الحلول لمواجهة هذه الإشكاليات. تلك الاستراتيجية التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني، ومن بين الإشكاليات حقيقة القائمة هي إشكالية التعدي على الرصيف العمومي، خاصة التجارة الفوضوية، خاصة من أصحاب التجار النظاميين في بعض الأحيان يتعدون، يتركون محلاتهم ويتعدون على الرصيف. ومن هذا المنطلق نتكلم عن الرصيف وكأنه هو فضاء عمومي. أولا، الرصيف هو فضاء عمومي متروك لمجال للتنقل وحركة المواطنين على مستوى هذا النطاق، وهو فضاء من الفضاءات العمومية، وبالأحرى تبقى الرصيف للمشاة والمحلات للممارسات التجارية والطرقات للمركبات. هذا التوازن الذي نرى فيه نوع من الاختلال خلال الآونة الأخيرة. إذن من هذا المنطلق راهنت وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني عند مواجهة هذه الإشكاليات، خاصة من خلال
تحريك وتنشيط مهام شرطة العمران وحماية البيئة لمواجهة كل الإشكاليات القائمة بهذه النقطة. نعم، من أهم الإشكاليات هي كما ذكرت سابقا باعة الرصيف استغلال هذه المسافة لعرض السلع حتى من قبل التجار النظاميين، كيف يتم التعامل مع هذه الفئة من التجار؟ شكرا. أولا دعيني أقول بأنها هي سلوكات لا حضارية، هذا من المنطلق الأول، لأنه علينا أن نتخلق في ممارستنا التجارية. عندما نتخلق تفتح أبواب الحضارة في المدينة، إذا نحن على مستوى المدينة يجب أن ننضبط إلى كل هذه الإجراءات. دعيني أيضا نؤكد بأنه من بين سلبيات هذه الظاهرة أيضا هي إعاقة حركة المرور النرفزة، وأيضا ما يتعلق بالقلق للمواطنين، نجد في بعض الحالات حتى التعدي والتطاول على الطريق العام في مثل هذه النقاط. وفي هذا الإطار المديرية العامة للأمن الوطني تسهر وتعمل على مواجهة كل هذه الإشكاليات، بما في ذلك في بعض الحالات وضع حتى المتاريس على الطريق العام من طرف أصحاب المحلات التجارية، وقلنا هو أيضا الاعتداء على الرصيف والتمادي حتى على الطريق العام. وهنا تراهن المديرية العامة للأمن الوطني على رفع كل المخالفات في هذا الإطار، أولا المعاينة ورفعها والتنسيق مع المصالح الإدارية بالدرجة الأولى، ثم المصالح القضائية في حالة ما إذا كان هناك التمادي في هذا الإطار. إذن المديرية العامة للأمن الوطني أول نقطة تراهن عليها هي التنسيق مع المصالح الإدارية والمصالح القضائية، وأيضا رفع المعاينات ورفع المخالفات إلى كل ما يتعلق بعدم التقيد بممارسة هذه النشاطات. في هذا الإطار هناك جملة من المخالفات في حق من يعتدي على الرصيف. أي نعم. هي مخالفات. أولا مخالفات بالدرجة الأولى تمس بقواعد وضوابط قانون المرور. نعم. لأن هناك تعدي، لما يكون هناك تعدي على الرصيف راح يكون تعدي على الطريق العام، وهي من المخالفات التي تؤدي إلى ازدحام المرور وعدم انسيابية حركة المرور. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى. ثم هذه المخالفات التي سجلتها وتسجلها المديرية العامة للأمن الوطني، نجد عينة مثلا احتلال وسد الرصيف العمومي دون وجه حق، هذا ما يتعلق بالمخالفة الأولى. أيضا إعاقة الرصيف العمومي والتعدي على الطريق العام تعتبر من بين المخالفات التي تسجلها المديرية العامة للأمن الوطني. وأيضا من بين الجنح المرورية هو الاستيلاء على الرصيف، في بعض الحالات الاستيلاء على الرصيف العمومي وضمه إلى الملكية الخاصة، نجد هناك تعدي في بعض الحالات، التطاول هنا في مثل هذه الحالات بدون رخصة وبدون ترخيص. وهنا الضوابط القانونية صارمة في هذا المجال، وعندما نتكلم عن النصوص القانونية نجد القانون 04/02 وهو المتعلق بتنظيم الممارسات التجارية، نجد أيضا ما يتعلق بالقانون 04/05 المتعلق بالتهيئة والتعمير، وهنا نتكلم عن النقطة الأخيرة التي تكلمت عنها وهي استغلال الأرصفة وضمها إلى الملكيات الخاصة بدون رخصة، كلها مخالفات تعمل وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني على تجسيدها في الميدان. هناك نصوص قانونية أيضا صارمة في هذا الإطار، مثلا عندما نتكلم عن القانون 04/02 مثلا المادة 14 يمنع أي شخص ممارسة الأعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحدد هذه الممارسة. إذن طيب. حتى ممارسة هذا النشاط يجب أن يكون مقنن، فما بالك نتحدث هنا عن باعة الأرصفة الذين هم الباعة المتجولون إن صح التعبير، أيضا الذين يضعون السلع في أي مكان وفي أي وقت دون رخصة نظامية لممارسة حتى العمل التجاري. نعم، لأن هذه الفضاءات نلاحظ في بعض الحالات للأسف حتى أسواق في الفضاءات العامة وعلى حافة الطريق. هنا نتكلم عن المناطق خارج مثلا هذه الظواهر نلاحظها خارج المناطق الحضارية، ولكنها تعتبر من بين المخالفات الخطيرة لأنها تتعدى على الطريق العام، وأيضا التعدي على الرصيف، هنا التعدي على الرصيف في المناطق الحضارية حيث تكون الحركة مسموحة والسرعة أيضا مسموحة قد يؤثر ويؤدي إلى ارتكاب حوادث مرور خطيرة وخطيرة جدا وحتى إعاقة حركة المرور. إذن نتكلم عن المقاييس والضوابط القانونية في هذا الإطار. قلنا أهم المخالفات الرئيسية فيما يخص الاستيلاء على الرصيف، أولا يؤثر على انسيابية وسلامة وحركة وانسيابية حركة المرور، ثم المخالفات السالفة الذكر خاصة المخالفات الثلاثة وهي احتلال الرصيف العمومي بدون وجه
الزواج حق، وأيضا نتكلم عن النقطة الثانية إعاقة الرصيف العمومي والتعدي على الطريق العام، لأنه عندما نتكلم عن الرصيف هو يدخل في إطار الطريق العام الخاص للمشاة، وحتى التطاول على الطريق الخاص بالمركبات يجب أن نضبط المصطلحات في هذا المجال. يبقى الرصيف للمشاة والطريق للمركبات والمحل للممارسات التجارية. إذن لا نتعدى عن الفضاءات، لا نتعدى عن الفضاءات العامة للمواطنين، ونتقيد بكل الضوابط في هذا الإطار، وحتى الأنانية التجارية أو الفضول التجاري أو البشع التجاري في بعض الحالات يجعل التجار يفضلون السلعة خارج المحل على أن تكون داخل المحل، وفي بعض الحالات حتى بعض السلع السريعة تلف تعرض على الأرصفة وعلى الطريق. إذن كلها هي سلوكات سلبية تتنافى وضوابط أولا ضوابط القواعد العامة، ثانيا ضوابط التجارية، وثالثا حتى تتنافى مع قواعد قانون المرور ولتجنب وضمان انسيابية حركة المرور إن شاء الله. طيب، وإضافة إلى هذا، إلى هذا الإطار القانوني المحدد والصارم أيضا من أجل تنظيم استعمال الطريق الرصيف وأيضا الطريق المخصص للمركبات، هناك أيضا بموازاة الإجراءات القانونية هناك حملة تحسيسية وتوعوية من أجل توعية خاصة التجار بكل هذه النقاط وتحسيسهم بأهمية نشر النظام على الطريق، لأنه جزء من مسؤولية كل مستخدمي هذا الطريق. شكرا بارك الله فيك، لأنه شيء مهم جدا. إذن ضمن هذه المسافة، مسافة الأمان، جئنا نطوي المسافات ونسابق الزمن حتى نكون أكثر اقترابا من مواطنينا وتجارنا، لأن الهدف من مثل هذه اللقاءات الأمنية والإعلامية هي التوعية والتحسيس وضبط قواعد السلامة، إن صح التعبير، السلامة التجارية بما في ذلك السلامة المرورية. وفي هذا الإطار المديرية العامة للأمن الوطني أي نعم بادرت وبشرت حملة تحسيسية في هذا الإطار خاصة هذه الظاهرة، وكانت حملة وطنية على المستوى الوطني لمواجهة هذه الإشكالية وهي الممارسات التجارية الغير منظمة، وحتى وضع المتاريس وغلق الطرقات أمام المحلات تعتبر من بين المخالفات التي تتنافى القواعد التجارية والقواعد ذات صلة بقواعد السلامة المرور. إذن هي حملة توجيهية توعوية، لماذا؟ حتى نغرس هذه الأبعاد لدى التجار وأصحاب المحلات كحملة أولى في إطار العمل التحسيسي والتوعوي والتوجيهي. لكن في المرحلة الثانية إن شاء الله ستتدخل المصالح الأمنية بكل صرامة لمواجهة كل هذه المخالفات من خلال مصالحنا المختصة، خاصة ما يتعلق بالمصالح والمهام المباشرة لمهام شرطة العمران وحماية البيئة لأنها تدخل في ضمن هذا الإطار، وأيضا فرق المتعلقة بالمساسيك ورفع المخالفات التي تسجل في هذا الإطار. هدفنا تحسيسي توعوي إرشادي إن شاء الله، لأن العمل التحسيسي له فوائد كبيرة في هذا الإطار، ولكن هذا العمل التحسيسي والتوعوي حتى النتائج تكون طويلة الأمد، حتى وإن كانت طويلة الأجل، ولكن هي السبل الكفيلة لضبط هذه السلوكات الثقافة. لكن ليست هذا العمل التحسيسي فقط، لأن الإجراءات القبلية، هذه الإجراءات القبلية الاستباقية هي عبارة عن إشارات إنذار مبكرة لممارسي هذه المخالفات، لأن العمل التحسيسي القبلي يليه العمل الآني، وهي من خلال الإجراءات الميدانية والمعاينة ورفع كل هذه المخالفات وهذه التقارير للمصالح الإدارية والقضائية المختصة. ولكن في حالة التمادي هنا تضطر المصالح الإدارية والمصالح القضائية لرفع كل هذه المخالفات والتي تترتب عليها غرامات، وحتى هناك حبس في هذا الإطار من طرف مصالح القضائية، خاصة عندما نتكلم مثلا عن المخالفة، لا ليست مخالفة بل هي جنحاء، الاستيلاء على الرصيف العمومي وضمه إلى الملكية الخاصة تعتبر من بين الجنح القانونية. حتى بين قوسين نشير أنه في بعض الأحياء، في بعض المنازل يقومون بضم الرصيف أيضا إلى البيت، ويضعون في بعض الحواجز في بعض الأحيان لمنع الركن العشوائي أيضا، وأيضا لاستغلال حتى في هذه النقطة القانون 04/05 الخاص بالتهيئة
والتعمير له ضوابط في هذا المجال، حتى عملية التعمير والتمدن هناك ضوابط في هذا في هذا المجال. إذا هناك ضوابط قانونية يجب أن نتقيد بها. في حالة ما سجلت مثل هذه المخالفات لا يكون هناك تضحية بأموال باهظة ثم يتم إهدار هذه الأموال. الأمور التنظيمية القانونية مطلوبة بأي أكثر من أي وقت مضى، لأن جمالية العمران والتعمير هي بوابة الحضارة أيضا. إذا كل هذه النقاط تعمل وتراهن وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني على مواجهتها. وهنا نتحدث أيضا عن مقاييس هذا الجزء من الطريق، المقاييس المعمول بها في حفظ وتهيئة الرصيف من أجل ربما ضمان أمان المواطن الذي يستخدم هذا الفضاء للسير للمشي في الطرقات. نلاحظ بعض الأحيان أن الطريق مهترئ، فيه العديد من الحفار من المطبات، حتى المواطن يذهب إلى الطريق المخصص للمركبات من أجل السير بحجة أن هذا الرصيف لا يمكنه حتى السير على هذا الرصيف، سواء ذلك ناتج عن بعض الأعمال، عن ربما سوء حالة الرصيف، وأيضا عن استخدامه لأغراض غير المخصص لها مثل البيع، ثم يتركونه في حالة مزرية ويصبح حتى غير صالح للاستخدام من طرف المواطن. شكرا بارك الله فيك. في بداية الطرح قلنا بأننا نتكلم عن الإشكاليات وليست المشكلات، المشكلات قائمة، ولكن الإشكاليات نقف عند ما هي الحلول التي من خلالها نحل أو نتخلص من هذه المشاكل القائمة. وفي هذا الإطار بطبيعة الحال المصالح للأمن الوطني، أولا دعيني أقول بأننا لابد أن نرقى إلى التحول من التفكير والحلول التنظيمية إلى الحلول النظمية. الأمر لم يبقى أنها مكونات هذه أجزاء الطريق والمحيط فقط، بل نرقى إلى ما هي العلاقات والارتباطات التي تربط هذا مع ذاك لمواجهة هذه الإشكاليات. نتكلم مثلا عندما نتكلم عن إشكالية حوادث المرور، كما قلت لابد أن نرقى إلى البحث عن المسببات الخفية، نتكلم عن التكوين والتكوين المتخصص. عندما نتكلم عن حالة الطرقات وحالة الأرصفة لابد أن نتكلم عن سلامة الطريق قبل أن نتكلم عن طريق السلامة. كل هذه الأمور تسهر وتراهن المديرية العامة للأمن الوطني حتى يكون هذا الرصيف وفق المقاييس القانونية، حتى تكون هذه البناية أيضا تترك المجال والمقاييس أيضا المطلوبة في العمران بين حافة الطريق وأيضا هذه حتى المنازل في بعض الحالات نلاحظ بأنه تعدي على هذه الأرصفة. إذا كل هذه الأمور رهنت وتراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني. أولا سلامة الأرصفة وسلامة الطرقات هي أول نقطة نراهن عليها إن شاء الله في إطار التهيئة العمرانية، ننطلق من التكوين، ننطلق أيضا من مرافع الحوكمة العمرانية والتجارية في هذا المجال. نتكلم عن سلامة الطرقات ونتكلم عن طريق السلامة قبل أن نتكلم عن سلامة الطرقات إن شاء الله. نعم العميد رابح سبابي، دور المواطن في هذا الإطار، المواطن الذي هو التاجر، الذي هو صاحب الملكية الخاصة، صاحب البيت، دوره في الحفاظ على هذه المساحة من الطريق. شكرا بارك الله فيك. إذن أسئلتك جوهرية ومهمة جدا، لأن عندما نرقى إلى دور المواطن هو دور فعال وفعال جدا. نحن نراهن إلى مرافع الحوكمة الأمنية، بمعنى بأن المواطن هو الشريك الفعال في هذا الإطار. لابد أن تكون هناك تنبيه إلى أخلاق هذه السلوكات، لأننا في هذا الإطار نسعى إلى تهذيب سلوكات مستعملي الطريق بما فيهم المواطنين، لأنه أهم شيء هو عندما نضبط هذه السلوكات ثم تتحول إلى تصرفات في الميدان ويكون تنسيق علائقي بين رجل الأمن والمواطن والتاجر، هنا نحقق الأهداف المنشودة إن شاء الله. إذن هذه النقاط المهمة والمهمة جدا، لأن في الأخير هدفنا ليست هو مواجهة ورفع هذه المخالفات وهذه التجاوزات، وإنما هي أن لا تكون أصلا هذه المخالفات وهذه التجاوزات. هذه النظرة الاستباقية الاستشرافية التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني
وعلينا أيضا كلنا أن ننظر إلى كل هذه القواعد وهذه الضوابط القانونية على أساس بأنها مجموعة القواعد التي تهذب سلوكاتنا قبل أن تنظم علاقاتنا إن شاء الله. والرصيف هو فضاء مخصص للراجلين، هذا أول درس يتلقاه حتى تلامذة المدارس الطفل الصغير فيما يتعلق بالسلامة المرورية. الرسالة التي يمكن أن يوجهها للمشاهدين الآن لاحترامهم لكل هذه الضوابط في استخدام الطريق. رسالتي إلى كل مشاهدين الأكارم، الأخلاق التجارية. الأخلاق التجارية هي بوابة التحضر والتمدن إن شاء الله. علينا أن يكون هناك ارتقاء إلى كل هذه المفاهيم، نسهر معا على ترشيد كل السلوكات المنافية إلى القواعد العامة بما فيها التعدي، هذه السلوكات المرتبطة بالتعدي على الأرصفة. إذن تبقى الأرصفة للمشاة والطريق للمركبات والمحلات التجارية لممارسة الفضاءات التجارية. إذن كانت هذه تغريدة من التغريدات الأمنية ضمن هذا الفضاء الأمني المتواصل. إلى أن نلتقي في لقاء آخر في أمان الله. أشكرك جزيلا العميد رابح زواوي رئيس خلية الاتصال بمديرية الأمن العمومي، شكرا لك. شكرا. مشاهدينا نعود بعد قليل لاستكمال برنامج هذا الصباح. في إطار إجراءات مكافحة جائحة كورونا، قررت الحكومة إجبار المواطنين على حمل القناع الواقي للحد من انتشار الوباء وانتقال العدوى بين الأفراد. وضع القناع الواقي إجباري وعدم الالتزام بهذا الإجراء الصارم يعرض المخالف لعقوبات قانونية. يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة والمحلات التجارية والمقابر والمرائب دون ارتداء القناع الواقي، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات. وضع في متناول المواطنين الحصول على الأقنعة الواقية على نطاق واسع، وتتكفل بتوزيعها على المواطنين لجان المجتمع المدني ومختلف جمعياته. الحكومة لها الثقة المطلقة في استجابة المواطنين ووعيهم وتضامنهم في هذه المرحلة من التعبئة الشعبية للتصدي لوباء كورونا. أستقبل الآن ضيف الصباح، لكن بعد هذا الفاصل. في ضيف الصباح نتحدث عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والجهود المبذولة لعصرنة الخدمة العمومية ولرقمنة هذا القطاع استجابة للمنتسبين ولتقديم أحسن خدمة وخاصة القضاء على البيروقراطية. أرحب باسمكم جميعا مشاهدينا بالسيد محمد علي باي نائب مدير التنظيم بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أهلا بك سيدي. أهلا، شكرا للاستضافة. نعم، شكرا لكم على تلبية الدعوة. عدة منصات رقمية تحمل جملة من الإجراءات والتدابير لتقديم خدمة عصرية تستجيب لمتطلبات المواطن تزود بها الصندوق مؤخرا، ضعنا في صورة كل هذه التحولات الأخيرة. اسمحي لي أن نبدأ بتعريف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تفضل. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء مهمته التغطية الاجتماعية لغير الأجراء. غير أجير هو الذي يمارس نشاطا لحسابه الشخصي، اللغه العاميه يخدم عند روحه. داكور. اصحاب المهن الحره التجار الحرفيون. فلاحون صناعيون. دونك المهام الاساسيه هو تسيير الاداءات العينيه والنقديه للتامينات الاجتماعيه، تسيير معاشات منح التقاعد وللمتقاعدين غير اجراء، وتولي تحصيل الاشتراكات مخصصه لتمويل الاداءات. دونك نتكلموا شويه بارابول جائحه كورونا 2020. دونك على اثر جائحه كورونا التي تم اتخاذ تدابير وقائيه للتصدي على انتشار الوباء منها، دونك تاجيل الاستدعاء الموجه للمؤمن لهم اجتماعيا لخضوع المراقبه الطبيه، تمديد اجل استحقاق الاداءات، رفع تعليق استعمال بطاقات شفاء المعلقه بسبب افراط في استعمال الادويه، رفع التعليق عن معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للمستفيدين الذين لم يجددوا ملفاتهم، تعليق احتساب زيادة التأخير. دونك هنا تكثيف استعمال الخدمات الإلكترونية. نعم. دونك تكثيف استعمال
خدمات الإلكترونية. دونك إطار استراتيجيات التي اعتمدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الرامية إلى عصرنة الخدمات وأنسنة العلاقة بين المواطنين والمرافق العمومية، أطلق الصندوق عدة خدمات إلكترونية. من بين هذه الخدمات دونك يمكن الولوج إلى الخدمات عبر الرابط domaincom.casnos.dz. على هذا الرابط سنجد رابطين، واحد للمنتسبين، واحد مازال انتساب دونك يقدر يطلب الانتساب. جميل. هذا موجه سي الحرفيين، الفلاحين، الامهات الماكثات في البيت ذو النشاطات الصغيره. دونك هذا الانتساب. دونك ربما هنايا يطلب الانتساب للصندوق. هنا المتفرج ومستمع يقدر يقول بارابور السجل التجاري، سجل تجاري. دونك تم ابرام اتفاقيه عام 2019 مباشرة عند الانتساب عند مركز سجل تجاري، يكون انتساب تلقائيا عند الصندوق. طيب. دون طيب. عناء التنقل للمواطنين ولا تقديم وثائق. نعم، لأن الانتساب أصبح يمكن عبر البوابة الرقمية للصندوق، لا صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء. كيف يتم هذا الانتساب باستعمال هذه البوابة، خاصة وأن الصندوق يراهن الآن على رفع عدد المنتسبين، دعوة كل ممارسي النشاطات الحرة إلى الانتساب للصندوق للاستفادة من الخدمات المقدمة للصندوق، التعويضات أيضا، بطاقة الشفاء وغيرها من الامتيازات. سيد علي باي، دونك كاين طلب الانتساب عن بعد، الولوج الى البوابه domaincom.casnos.dz. كاين استماره يعمرها المنتسب المؤمن له اجتماعيا، ترسل المعلومات الى الصندوق الهياكل عبر الولايات، يتم المراقب طبع المعلومات الاستمارات، يتم التاكيد من النشاط، ثم يتم دونك كاين رساله نصيه قصيره تبعث للمؤمن له اجتماعيا بانه تم تسجيله على مستوى الضمان الاجتماعي. نعم. دونك هذا دونك نجوزو الى خدمات الالكترونيه للمنتسبين. طيب. دونك يتقدم على مستوى الهياكل، دونك يستلم رقم التسجيل مع كلمه السر للولوج الى المنصة الرقمية، وبالتالي يصبح منتسب. دونك يصبح مؤمن لدى الصندوق ويستفيد من الخدمات الأخرى. دونك نشوفوا الخدمات الأخرى. طيب، نتحدث عن الخدمات الأخرى بداية من تحديد قيمة الاشتراكات السنوية لهؤلاء أصحاب المهن الحرة. كيف يتم تحديد قيمة هذه الاشتراكات بناء على الدخل السنوي للفرد؟ تحديد دونك احنا ولفنا شهر جانفي طوابع كبيرة على مستوى الهياكل. دونك حنا لتقديم خدمة إلكترونية لفائدة المؤمن له اجتماعيا لتفادي الطوابع، دونك تقديم خدمة إلكترونية للتصريح بوعاء الاشتراك الذي يتم حساب مبلغ الاشتراك السنوي على أساس، هذا هو الأساس، حساب المبلغ الاشتراك السنوي. دونك هنا يكون عبر البوابة دونك تصريح بالوعاء مباشرة. يكون فوترة الاشتراك السنوي، من الفوترة يقدر يتم الدفع الإلكتروني عبر البوابة مباشرة. يعني الانتقال، يمكن تفادي الانتقال، تفادي الطوابير الطويلة كلية، والقيام بهذا في البوابة الإلكترونية في إطار القضاء طبعا على كل الإجراءات الإدارية التي كانت تثقل عبء المواطن في الآونة الأخيرة. نعم، دونك الهدف الأساسي هو تفادي الانتقال. دونك مركز المهام التي وضعتها استراتيجية القطاع هو المؤمن له اجتماعه ذوي الحقوق. دونك درنا خدمات الكترونيه لتفادي التنقل، تفادي الطوابير خاصه مع جائحه كورونا. نعم. للتصدي للانتشار السريع للوباء.
نعم، تحصيل الاشتراكات الآن سيد علي باية في 2018 بلغت الاشتراكات حوالي 70 مليار، كيف يتم تسهيل تحصيل هذه الاشتراكات وتوعية المؤمنين بضرورة دفع الأقساط، أقساط الاشتراك في الوقت المحدد لتفادي الغرامات أيضا الذي يفرضها الصندوق على المتأخرين؟ الأقساط سي إجراءات لتسهيلات اللي عطاتهم الصندوق للمشتركين. دونك درنا أقساط سنوية، دونك ثلاثي، دونك تريمستريال، دونك سي دي بايمون تريمستريال، دونك لتفادي الآخر نروج للأداءات التي تقدمها الصندوق وتحسين الخدمات الإلكترونية. دونك العام اللي فات مع جائحة كورونا دونك فتحنا استحقاقات الأداءات للمنتسبين حتى ولو من لم يدفع الاشتراكات تاعو، دونك بلغ أكثر من 100,000 مستفيد من التدابير الوقائية. نعم سيد علي باي. دونك كاين طلب في الخدمات الإلكترونية، عندنا طلب الوثائق عن بعد، كاين شهادات الانتساب والتحيين، شهادات الاستفادة من معاش التقاعد المباشر أو معاش الأيلولة، شهادة الاستفادة من معاش العجز. كل هذه الشهادات كل هذا يمكن طلبها عن بعد، يقدر طلبها عن بعد في إطار دون عناء التنقل إلى الشبابيك والهياكل الولائية. وهذه الخدمات معممة عبر كل ربوع الوطن، عبر كل وكالات الصندوق؟ هذا معمم على كل الوكالات، 49 وكالة اللي موجودة، كاين جزائر العاصمة كاين وكالتين، الشرق وغرب. طيب، ولكن رغم كل هذه التسهيلات سيد علي باية، نلاحظ أنه فيها ربما بعض المواطنين، بعض المشتركين قد لا يستعملون هذه الإجراءات، وثم حتى أن استعمالها قد يمر بطريقة ربما غير واضحة وغير مفهومة. نتحدث عن دفع الاشتراكات، نتحدث أيضا عن احتجاجاتهم فيما يتعلق بقيمة الأقساط أيضا، كيف يتم التعامل مع هذه الشريحة؟ الشريحة توعية المواطن مؤمن له اشتراكيا. أنا كنت بكري من الدفع الصونال غاز، فاتورة صونال غاز وصونال غاز ما كنتش نديرها، ما كنتش كيكسات، كاين ريتيسانس ما قدرش نخلصو فيا البانكينغ، الدفع الإلكتروني عن بعد. وليت حاليا ما نتنقش أصلا إلى هذه المراكز، ندفع كلش إلكترونيا. دوك نأكد للمؤمنين لهم اجتماعيا باللي العملية آمنة. دوك تم وضع مراكز بيانات، شبابيك اتصالات بمقاييس دولية، نعم، لتلبية واستعمال آمن للمعلومات. دونك هذه كاع ليكون المؤمن له اجتماعيا على ثقة باللي الخدمة راهي في آمن. طيب، إذن كل الوسائل المادية سخرت، أيضا وسائل جد متطورة فيما يتعلق بالرقمنة أيضا لضمان الأمان، لتمكين المواطن من الاستخدام السهل لكل هذه المنصات الإلكترونية. الآن نتحدث عن تفعيل بطاقة الشفاء للمؤمنين الاجتماعيين غير الأجراء من الحرفيين والفلاحين والصناعيين أيضا. بطاقة الشفاء هي نفسها بطاقة الشفاء لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأجراء. دونك التفعيل في بطاقة الشفاء يخلص الاشتراك تاعو السنوي، دونك يتم تحيين بطاقة الشفاء والاستحقاقات للأداءات. دونك يقدر يقدم عند الصيادلة يدي الدواء تاعو لوردونونس تاعو وباستعمال بطاقة الشفاء ودون دفع يتم هذا بطريقة أوتوماتيكية. وكاين خدمة واحدة أخرى، كاين بعض الأدوية الخصوصية تستعمل لازم موافقة الطبيب المستشار. وضعنا خدمة على مستوى الصيادلة يطلب الموافقة مباشرة عن بعد دون تنقل المريض إلى الهياكل تاعنا. دونك يطلب موافقة ويتم
يتم موافقة من الطبيب المستشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير أجراء مباشرة تخرج الموافقة عند الصيدلي دون التنقل المؤمن له اجتماعيا إلى هيكل الصندوق. نعم، ولشرح كل هذه الخدمات هناك أيضا إطلاق شبابيك متنقلة تجوب مناطق الظل. شبابيك المتنقلة انطلقت سنة 2019 دونك في الشباك فيها كل العمليات التي تتم على مستوى الهياكل، من فيها الأداءات، التحصيل، تحييم بطاقات الشفاء، إيداع ملفات المعاشات، إيداع ملفات بطاقات الشفاء، هذا على مستوى الأرض كاين 48 شباك متنقل على مستوى الوطني، يتم عبر شبكة اتصال شبكة 4G للمتعاملين النقال، اتصال مباشرة مع البيانات مركز البيانات على مستوى الولائي ولا على المستوى المركزي. نعم. دونك يتم كل العمليات التي تتم على مستوى الهياكل على مستوى الولاية. طيب، ومن أيضا الإجراءات الاستثنائية هي وقف غرامات التأخير للديون السابقة. دونك وقف الغرامات دونك من بين التدابير التي اتخذها القطاع دونك من بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء دونك السنة الماضية من شهر أفريل حتى شهر سبتمبر، دونك استفاد منها كل المشتركين وسيستفيد منها حتى مستقبلا، ما تزال تكون سارية مستقبلا شهر أفريل حتى شهر سبتمبر. هذه الفترة معفاة من الغرامات التأخير نعم، وكل هذه الإجراءات هي لضمان راحة المواطن ولاستفادته من كل الخدمات هو مركز الذي يقدمها الصندوق. المؤمن له اجتماعيا يولي أولوية كبيرة لراحة المؤمن له اجتماعيا. دونك هو المركز انشغالاتنا. عدد المنتسبين بلغ 2 مليون منتسب. الانتساب عندنا 2,500,000، دونك المشتركين 750,000 عام 2020. إن شاء الله العام هذا نطلعوا من المشتركين، هو الأساس سورتو الاشتراك هو أساس لتوفير الأداءات. نعم. لتسديد أداءات من التقاعد والأداءات التأمين على المرض، رأس المال الوفاة، العجز، دونك جراحة القلب الأوعية، دونك العجز، بطاقة الشفاء، تأمين على الأدوية، دونك الاشتراكات هي اللي تسدد هذه الأداءات. نعم، والآن المراهنة هي على رفع عدد المنتسبين من أجل تمكين الصندوق من الأداءات بشكل جيد. الكلمة الأخيرة سيد علي باي. للمواطن، للمؤمن، المؤمن لدى الصندوق الوطني دعو من هذه المنصة لغير الأجراء للمؤمنين لهم اجتماعيا باستعمال الخدمات الإلكترونية لتفادي التنقل إلى الشبابيك والهياكل الولائية، خاصة مع هذا الوضع الصحي الحرج. دونك كونوا في على يقين باللي الخدمات آمنة دونك ويتم متابعتها على استمرار، وهي متوفرة على 24 ساعة على 24 ساعة، 7 أيام على 7 أيام. نعم، أشكرك جزيلا السيد محمد علي باي نائب مدير التنظيم بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات. شكرا للاستضافة. مشاهدينا متواصلون دائما معكم، نتابع الآن هذا الروبورتاج الذي أعدته الزميلة باريزة جولامدا حول القصر الملكي بولاية تامن راست. هو من المعالم التاريخية التي تقف شاهدة على مرحلة تاريخية ساهمت في توحيد قبائل الأهجار. نتابع. يعتبر هذا القصر أول قصر ملكي بني بمنطقة صورو بولاية تمرست. اتخذه الحاكم موسى أجمسن الأمنوكال مقرا له بعد انتقاله من الخيمة. هذا القصر ساهم في توحيد قبائل الأهجار في تلك الحقبة ضد الاستعمار الفرنسي، خاصة بعد معركة إنكر وتنيسا عام 1902. هو كان ساكن أصلا
في 70 كيلو في قرية يسموها تغوهات. لما تحول بناوا له 1905 بناوا له هذا القصر، باش هنا ولي يسير أمور القبائل. والمملكة نتاعو راهي ما قضاتش غير هنا، تمتد حتى تقريبا أقدس هذاك في نيجير، وتمتد حتى للكيدال هذاك في الآخر، يعني وين كان مسيطر على الأمور هو. وكانت الأمور نتاع الإدارية والشورى والقضاء، القصر هذا كان الإدارات هذا كومبلي كانوا هنا. كان هذا القصر يضم بين جدرانه ديوان وأرشيف دقيق في معطياته زاخرا بالحوادث في عهد الحاكم الأملوكال بالإضافة إلى المؤونة. إلا أن هذا القصر اليوم يعاني في صمت بسبب الإهمال. القصر في الوقت الحالي يعيش جريمة في حق التاريخ وفي حق المعالم الأثرية، لأنه تحول إلى مفرغة تاع النفايات. شوفوا الحالة اللي عملوا فيها دروك، من بعد ولات الناس تجرات من وراها باش نعودوا نرموه ونترميه ما خلقش، وقلنا باش نحموه والحماية ما خلقتش، ولكن حتى بداو هاولوا حبسوا، ما نعرفينش على واش حبسوا. يبقى هذا القصر معلما له دلالاته ورمزيته في توحيد كل قبائل الأهجار من طرف الحاكم موسى أجمسن الذي يشهد له بالحكمة في هذه المنطقة. نبقى مشاهدينا في جنوبنا الكبير، ولكن الآن لنتعرف على أحوال الطقس. رياح قوية تشهدها عدة مناطق من الجنوب، زوابع رملية أيضا. لأتعرف عن كثب عن الحالة الجوية تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة هورية بن رقطة المكلفة بالإعلام بمركز التنبؤات بالأرصاد الجوية. أهلا بك سيدتي. صباح النور. صباح الأنوار، حدثيني بداية عن هذه الأحوال الجوية التي تسود خاصة مناطق الجنوب، رياح قوية وأيضا زوابع رملية منذ عدة أيام. إذن بالفعل نذكر فقط أن سمة الطقس خلال يعني شهر فبراير وحتى بداية مارس على المناطق الجنوبية معروفة أنها تكون فيها يعني زوابع رملية ورياح كذلك قوية نوعا ما، ولكن هذه المرة لاحظنا أن وتيرة تواجد هذه الاضطرابات الجوية على هذا الشكل يعني العدد نتاعها ارتفع. إذن هناك منخفض للضغط الجوي متواجد غرب الجزائري، ويوجه بذلك تيارات جنوبية إلى جنوبية غربية، وهذا في المساويات العليا للغلاف الجوي. وجود هذه التيارات تساعد على أن الرمال هذه تمتص في الغلاف الجوي وتتوجه نحو المناطق حتى يعني الداخلية، تنتشر من الجنوب نحو المناطق الداخلية حتى يعني المناطق الشمالية لاحظنا فيها تطاير بعد الغبار. إذا المناطق الجنوبية تبقى دائما عرضة ما دام هذا الاضطراب الجوي متمركز على هذه المناطق، راح تبقى فيها رياح قوية نوعا ما، السرعة نتاعها قد تصل حتى 50 كيلومتر في الساعة، تكون شرقية تماما، وقد تؤدي إلى تطاير للرمال على منطقة شمال الصحراء حتى الواحات وكذلك الجنوب الشرقي للوطن، وراح يكون مرفوق كذلك برياح نوعا ما تكون قوية. نعم، وما هي توقعات الأحوال الجوية للأيام القليلة المقبلة؟ بالنسبة للمناطق الجنوبية أو عبر التراب الوطني كله؟ نبدأ بالمناطق الجنوبية ثم نمر إلى كل التراب الوطني. إذا بالنسبة للأيام القليلة القادمة على المناطق الجنوبية للوطن إن شاء الله راح تبقى الأجواء غائمة نوعا ما إلى مغشات، خاصة على الجنوب الغربي أي منطقة بشار وكذلك شمال الصحراء، هذا يومي الجمعة وحتى السبت بإذن الله. يوم الخميس أيضا تبقى الأجواء على حالها. بالنسبة لأقصى الجنوب منطقة الهجار والتصلي دائما كذلك الأجواء تكون مغشات، ولكن قد يكون هناك احتمال بعض الرعود خاصة على منطقة الهجار والتصلي. بالنسبة للرياح تبقى دائما الحيطة والحذر مطلوبة على المناطق الجنوبية للوطن خاصة شمال الصحراء، بحيث تبقى دائما الرياح نوعا ما قوية ورداءة في الرؤية راح تستمر حتى ولو يكون يعني توقف وتحسن وهو إلا مؤقت لتعود مرة أخرى على هذه المناطق. درجة الحرارة أيضا على المناطق الجنوبية راح تشهد ارتفاع نوعا ما طفيف، راح نلاحظه احنا في بداية شهر مارس، وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية حوالي 33 إلى 34 درجة مئوية على أقصى الجنوب، أما وسط الصحراء وشمال الصحراء
تقارب 27 إلى 32 درجة مئوية بإذن الله. بالنسبة لمناطقنا الشمالية للوطن تبقى الأجواء على حالها، من حين لآخر تكون ضباب في الصباح، رؤية أيضا رديئة مقارنة مع الأيام الماضية، رؤية رديئة على المناطق الشمالية نظرا لتواجد الضباب والسحب السفلى. أيضا قد نشاهد كذلك تساقط بعض الأمطار، ولكنها أمطار محتشمة جدا على المناطق الوسطى والشرقية، وهذا إن شاء الله يوم الخميس إذن نهار الغد بإذن الله. درجة الحرارة تبقى مستقرة هي الأخرى، 16 إلى 20 على المناطق الشمالية، 10 إلى 16 على المناطق الداخلية، وهذا بإذن الله بالطبع. طيب سيدة هوارية، كنت سأسألك عن ربما النصائح والإرشادات التي تقدمها مصالح الأرصاد الجوية في هذه الحالة. أنت ذكرت سابقا في حالة هبوب العواصف وأيضا الرياح والزوابع الرملية توخي الحذر وأيضا التوقف إلى حين انتهاء هذه الزوبعة، هل من إرشادات إضافية؟ إذا بالفعل حتى يعني هذه الإرشادات ولو ذكرتها حاليا راح يوجدها المواطن مباشرة في الموقع الإلكتروني للأرصاد الجوية، بما أنها خريطة اليقظة تأتي معها بعض التوصيات. ففي حالة تكون هناك رياح قوية أو حتى أيضا تكون تواجد زوابع رملية، يعني ممكن هذه الوضعية تؤدي إلى انقطاع في التيارات الكهربائية، إذا لازم المواطن يأخذ حذره. كذلك في الطريق لازم الإنسان يأخذ حذره، خاصة أنا في المناطق الجنوبية لاحظ بلي الطرقات ممكن يمشي عليها بعض الجمال أو بعض الماشية تقطع الطريق، وهذا جد خطير عندما تكون الرؤية يعني أقل من كيلومتر واحد، ممكن تؤدي إلى يعني اصطدام مع هذه الحيوانات، وهذا خطير جدا. إذا فيما يخص كذلك كما قلنا سيركيلاسيون غوتيغ يعني حذاري جدا خاصة على هذه المناطق، وكذلك راح يكون عنده تأثير حتى في الملاحة الجوية. إذا هذا يعني مصالح الأرصاد الجوية أخذته بعين الاعتبار، بما أنها توجه نشرات خاصة للملاحة الجوية، ممكن يكون هناك تأخير لبعض الرحلات. إذا هذا التوجيهات هو أن الإنسان لازم يسمع للنشرة الجوية، يتابع خريطة اليقظة على ولايته. هنا نشير أن الموقع الإلكتروني لمركز الأرصاد الجوية هو مفتوح للجميع من أجل الاطلاع على كل الأحوال الجوية، حتى التطبيقات الموجودة عبر الهواتف، أليس كذلك سيدتي؟ بالفعل يعني هناك التطبيق المجاني المتواجد على الهواتف النقالة، ممكن تحميله ويعطيه نفس المعلومات اللي متواجدة عبر الموقع الإلكتروني. إذا هذه التوصيات أيضا تقول بني على المواطنين أن يقلوا من التنقلات كي تكون الأوضاع الجوية سيئة وكي تكون رداءتهم في الطريق. تابعوا النشرات الجوية التي تبث عبر التلفزيون وعبر كذلك الإذاعة، وممكن كذلك كما ذكرت يعني أكرر مرة أخرى الهواتف النقالة، بما أن الإنسان أينما هو يكون موجود يكون معه الهاتف النقال نتاعو، ممكن يطلع على الوضعية الجوية عن طريق خريطة اليقظة مستويات نتاعها. حاليا راهي مستوى أصفر على كل ولاية الجنوبية للوطن، إذا راح يشوف ويتابع ويشوف هذا المستوى ينتقل إلى البرتقالي اللي هو أخضر أم يعود إلى الأخضر ليقول له هناك تحسن. إذا لازم المعلومات هذه والمواطن يكون يعني يتابعها باستمرار. ومركز الأرصاد الجوية يرافق المواطنين في كل ربوع الوطن سيدتي. بالفعل يعني حاجة جميلة هو أن خريطة اليقظة هي مقسمة حسب التقسيم الإداري، إذا راح يوجد فيها معلومات أينما وجد عبر التراب الوطني راح يوجد المعلومات على الولاية نتاعو، يعني راح يدخل مباشرة ممكن حتى يعني اتصالات متواجدة، يعني أرقام كيفاش يتصل بمصالح الأرصاد الجوية هنايا ونعطوه معلومات. مصالح الأرصاد الجوية متواجدة عبر التراب الوطني، عندنا 80 محطة، إذا ممكن أي إنسان متواجد في أقصى الجنوب، في عين قزام، في برج باجي مختار، في تمر راسب، في أي منطقة، في إليزي، في توغرت، في ورقلة، هناك مراكز للأرصاد الجوية المحلية متواجدة هناك، وممكن يتحصل على المعلومة المحلية الخاصة بالمكان اللي هو موجود فيه. نعم جميل جدا. إذن الخدمات متواصلة 24 ساعة على 24 ساعة وأيضا 7 أيام على 7 أيام في كل ربوع الوطن. أشكرك جزيلا السيدة هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بمركز التنبؤات بالأرصاد الجوية على هذه المداخلة. مشاهدينا وصلت معكم الآن إلى موعد 9 الإخباري، موجز لأهم الأنباء.
تمام واتسع موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. بداية، يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب غدا الخميس في أشغال الاجتماع الوزاري 14 لدول الأوبك وخارج الأوبك، والذي سيعقد عبر تقنية التحاضر عن بعد. وسيخصص هذا الاجتماع لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاقه. هذا وسيسبق هذه الأشغال الاجتماع 27 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة المبرمج اليوم من أجل مناقشة ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير، وكذا مستوى الامتثال لالتزامات خفض الانتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر جانفي 2021. صحيا الآن، حيث أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أمس من البوليدة عن أن الوضع الصحي في الجزائر مستقر، وأن آلاف الجرعات من اللقاحات ستصل تباعا للبلاد. الوزير بن بوزيد كشف أيضا على أنه سيتم الاستعانة بجلب الكفاءات الطبية الأجنبية بهدف تقليص فاتورة إرسال المرضى للعلاج بالخارج. وبخصوص تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، سجلت أمس 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 113,430 حالة، في حين تمثل للشفاء 78,377 من بينهم 143 تمثلوا أمس للشفاء. كما سجلت 4 وفيات، ليصل العدد الإجمالي إلى 2,991 حالة وفاة رحمهم الله. إحياء للذكرى 64 لاستشهاد البطل محمد العربي بن مهيدي، ينظم اليوم الملتقى الدولي الثالث حول بن مهيدي بأم البواقي بحضور الأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. تحيي المديرية العامة للغابات اليوم العالمي للحياة البرية المصادف لتاريخ 3 مارس من كل سنة، وهذا تحت شعار الغابات وسبل العيش، الاستدامة للناس والكوكب. وتعد هذه المناسبة حدثا عالميا مخصصا للإعلام والتحسيس حول الثروة الحيوانية والنباتية، وكذا حول الأخطار المتعلقة بالتجارة العالمية للأنواع البرية، بحيث يشكل قرابة 7,000 نوعا من الحيوانات والنباتات موضوع متاجرة غير قانونية عبر العالم. دوليا، وفي تطورات الوضع الصحراوي، افتتحت محكمة العدل الأوروبية أولى جلساتها حول طعن جبهة البوليزاريو ضد اتفاق الزراعة الذي يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني. إلى ذلك، أكدت محكمة العدل الأوروبية أن الصحراء الغربية والمغرب كيانين منفصلين ومتمايزين، وبأن الرباط لا تمتلك أي سيادة أو اعتراف دولي على أراضي الصحراء الغربية يسمح لها بالتصرف في الإقليم أو إدراجه في نطاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. هذا وأكد منسق العلاقات العربية الأوروبية بالبرلمان الأوروبي عبد المسيح الشامي أن ألمانيا ترى أن للصحراء الغربية كل الحق في أن تكون دولة مستقلة بشكل أو بآخر، معتبرا التصرف المغربي بقطع العلاقة مع السفارة الألمانية بالرباط بالغير الدبلوماسي. هذا وكان المغرب قد قرر حسب مصادر إعلامية محلية تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في الرباط بسبب ما اعتبره تباينات عميقة في برلين في ملفات عدة أهمها القضية الصحراوية.
وفي تطورات الملف الإيراني حذرت طهران من المسعى الأوروبي لاستصدار لائحة تدينها داخل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية نتيجة قرارها بالحد من عمليات تفتيش منشآتها النووية، مؤكدة أن من شأن ذلك تقويض مجهودات إنقاذ الاتفاق النووي. يذكر أن كل من بريطانيا، ألمانيا وفرنسا تسعى منذ أيام لاستصدار لائحة تدين إيران داخل الوكالة، وهذا بموازاة دعوات الحوار الأوروبية والأمريكية المتكررة لها والتي قابلتها طهران بالرفض، مشترطة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. عن جديد وباء كورونا عبر العالم، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستكون لديها جرعات كافية من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 كافية لتطعيم جميع البالغين الأمريكيين بحلول نهاية مايو المقبل، مضيفا أن إدارته تعمل على تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لضمان رفع عدد الجرعات من لقاح جونسون أند جونسون بأمان، خاصة بعد التزام شركة جونسون بتسليم 100 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل نهاية شهر جوان المقبل. إلى ذلك، سجلت البرازيل رقما قياسيا في عدد الوفيات خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 1641 وفاة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية هلك 15 شخصا وأصيب 7 آخرين في حادث مرور نجم عن اصطدام سيارة رباعية الدفع بشاحنة محملة بالحصى قرب الحدود الأمريكية المكسيكية جنوب كاليفورنيا. نهاية الموجز، في أمان الله. مستمرون دائما معكم في الساعة الثانية من برنامج هذا الصباح. نفتح الآن صفحة مشعة لبطل خالد من أبطال ثورة نوفمبر، العربي بن مهيدي. وما أدراك ما العربي بن مهيدي؟ بطل فذ، مهندس ومخطط بارع لثورة أبهرت العالم ولا تزال، باسل شجاع صامد إلى آخر رمق وهو تحت أبشع أساليب التعذيب. استشهد ليلة الثالث إلى الرابع من شهر مارس من العام 1957 تاركا عبرا ودروس لشعبه ولجلاده أيضا. في الذكرى معي عبر الهاتف الأستاذ بومدين كعبوش، أستاذ التاريخ بجامعة الأغواط أعمار ثليجي. أهلا بكم أستاذ. صباح الخير لك ولجميع المشاهدين والمستمعين. أهلا بك. إذن نتحدث عن العربي بن مهيدي، هذا الرمز الثوري والتاريخي. حدثني عن دور العربي بن مهيدي في الثورة التحريرية المباركة. إذن بسم الله، عندما نتكلم عن شخصية العربي بن مهيدي فنحن لا نتكلم عن شخصية بسيطة أو شخصية ذات دور صغير، بل نحن نتكلم عن شخصية محورية كبيرة جدا في الثورة الجزائرية، لها دور عظيم جدا، وهذا الدور تم العمل على تقليه طيلة فترة التي كما هو معلوم فهو قد ولد في سنة 1923 بدوار الكواهي ناحية عين مليلة التي كانت تابعة لولاية أم البلواقي. والرجل تعلم في المدرسة في الكتاب كما هو حال كل الأطفال الجزائريين في ذلك الوقت، كما تعلم أيضا في المدرسة الابتدائية الفرنسية، ثم عاد إلى مدينة بسكرة ثم التحق بمدرسة قسنطينة. ولكن الملاحظ في نفسه خصوصا فترة الملاحقة والشباب أنه التحق إلى صفوف الكشافة الإسلامية فوج رجاء بسكرة، وأيضا كان له
التحق بفريق الاتحاد الرياضي الإسلامي البسكرة الذي أنشأته الحركة الوطنية، كما أيضا كان الرجل مسرحيا وقد مثل مسرحية في سبيل التاج التي ترجمها إلى العربية الأديب المصري مصطفى المفروطي، وكانت مسرحية بطابع جزائري استهدف بها نشر الفكرة الوطنية والجهاد الاستثمار. وكان أيضا خلال نشاطه في الحركة الوطنية يتخذ اسما سريا وهو زباطة، وزباطة كما هو معروف هو ثائر مكسيكي كهو شهر بذلك. إذن الرجل طيلة الفترة فترة نشأته وانخراطه في الحركة الوطنية شقلت شخصيته الثورية وشخصيته تشبع بالروح الوطنية وأشبعت بالروح الوطنية وأيضا بالفكر الثوري، وليس فقط يعني هو لم يكن يكتفي مثلا، لم يكن يرى بأن الحل الاستعمار هو الحل السياسي أو الحل الذي يمر عبر مطالبة الاستعمار، بل لا، بل هو كان يرى بأن الحل يجب أن يكون فوريا راديكاليا. وكان من مهندسي ومخططي اندلاع ثورة التحرير. بالفعل الرجل كما قلت بعد نشاطه السياسي الطويل في حزب الشعب انضم من خلال هذا الحزب إلى المنظمة الخاصة التي أنشأها حزب الشعب وأصبح من أبرز عناصرها، بل وأصبح مسؤول جناح العسكري في سطيف ونائب رئيس أركان التنظيم السري على مستوى الشرق الجزائري الذي كان يتولى يوم ذاك محمد بوطي، ثم ارتقى إلى منصب مسؤول التنظيم. يعني نحن نتكلم هنا عن شخصية قيادية حتى قبل الثورة في المنظمة الخاصة، واحد الذين وضعوا أسس الثورة التحريرية في بدايتها الأولى عن طريق المنظمة الخاصة. كما هو معلوم بعد اكتشاف المنظمة الخاصة اختفى عن الأنظار ولجأ إلى العمل السري، وأصبح بعد ذلك أحد أعضاء البارزين في مجموعة 22 التي حضرت للثورة، و يعني لديه المقولة الشهيرة التي يحفظها الجميع حول استراتيجية الثورة التحريرية وكيف يمكن أن تنجح، تلقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب. ولديه أيضا المقولة الأخرى التي أجاب بها أحد الصحفيين الأمريكيين عندما تم اعتقاله على مسألة استعمال الألغام واستعمال القفاز، قال أعطونا دباباتكم وطائراتكم وسنعطيكم طواعية حق قائدنا وقتلنا. اعتقاله ثم استشهاده أستاذ تحت أبشع أساليب التعذيب. كما قلت أنه الرجل عندما التحق بمنطقة الجزائر العاصمة وكان هو أيضا عضوا بلجنة تنسيق وتنفيذ الثورة الجزائرية وقاد معركة الجزائر في بداية من 56، ولكنه وقع تحت الاعتقال في نهاية شهر فيفري سنة 1957 وقتل تحت التعذيب ليلة الثالث إلى الرابع مارس. الآن عندما نتكلم عن 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 مسألة تلك الليلة الرهيبة التي مر بها الشهيد العربي بن مهيدي، لدينا المقولات، لدينا ما قاله الفرنسيون أنفسهم، قال أن الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار بعد أن يأس هو عناصره وهو عساكره أن يأخذوا منه اعترافا أو وشاية برفاقه إلى درجة حلق جلدة وجهه بالكامل. ويقال بأن بيجار رفع يده تحية لابن مهيدي وقال لو أن لي ثلة من أمثال العربي بن مهيدي لغزوت العالم. نعم، وهناك الابتسامة الخالدة للعربي بن مهيدي التي تبقى رمزا وفيها من القراءات ما يستقرأ ويستلهم منه العبارة لحد الآن. صورة تلك الصورة السريالية، الصورة الأيقونية إذا صح التعبير للعربي بن مهيدي وهو يأخذونه إلى حتفه أو إلى لحظته الأخيرة ويبتسم تلك الابتسامة، حتى عندما أجرى لقاء صحفيا مع أجري له بالقوة بالإجبار لقاء صحفيا مع صحافة العالم على أساس أنه تم القبض على قائد معركة الجزائر، لم يكن الرجل مهتزا، بالعكس كان يواجه أسئلة الصحفيين بثقة زائدة وبابتسامة يعني لها مغزاها كما قلت سابقا. معروف أنه الجنرال الفرنسي بول أوساريس يعني صرح بأنه هو من قتل العربي بن مهيدي شنقا بيده، وهو يعني بدون محاكمة وبدون حتى إجراءات التي يتمتع بها أبسط
أبسط الموقوفين. نعم، قد لا يكفي هذا الفضاء للحديث عن سيرة هذا البطل الخالد، كيف لا، وسيرته كلها دروس، كلها بطولة، كلها حب أيضا للوطن. نكتفي بهذا القدر. أستاذ بومدين تعبوش، أستاذ التاريخ بجامعة الأغواط عمارة ثليجيا، أشكرك جزيلا. كانت هذه وقفة مشاهدينا في ذكرى استشهاد البطل العربي بن مهيدي، هذا البطل الذي نحيا اليوم بالحرية والاستقلال في كنف الجزائر بفضله وفضل أمثاله من جيل نوفمبر. فلتحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك، من أجلك الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة، والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا، والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع. ومن الحديث عن جيل نوفمبر إلى الحديث عن جيل اليوم ومسيرة البناء والتشييد، نتحدث عن المؤسسات الناشئة ودورها في بناء الاقتصاد الوطني، خدمة عمومية. إيجاد حلول ذكية لتجاوز العقبات وتطوير مختلف قطاعات النشاط مهمة أصحاب الأفكار من خلال إنشاء المؤسسات الناشئة. منصة رقمية للدعم التربوي للتلميذ هي فكرة تجسدت بفضل مؤسسة ناشئة. يحضر معي صاحب المؤسسة الناشئة سيد سعيد باباسي. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. شكرا لك على تلبية الدعوة. حدثني عن هذه الفكرة، فكرة المنصة الرقمية لدعم التلميذ. نعم، هذه منصة الدعم المدرسي اسمها معلم، هو على شكل معلم افتراضي، راه يساعد الأولياء ويساعد التلاميذ وكذا الأساتذة. احنا يعني قدمنا حل أو حلول تخدم ثلاث يعني أشخاص يعني أو ثلاث فئات. المميزات تاع هذه المنصة أنها تتعامل مع كل طفل بشكل خصوصي أو خاص يعني. علما أن الدروس التدعيمية الكلاسيكية ما يسمح لهاش الإمكانيات تاعها باش تهتم بكل طفل، حتى يعني توجد ثغرات تاعو. نعم، لأنه نجد دروس نموذجية موجهة للجميع. نعم، الكونسيبت او هذه الفكره العامه مختلفه نوعا ما من افكار يعني نصيبوها الان في السوق، لان هي عباره على منصه التلميذ يعني يسكونكت في هذيك المنصه هذا، وعندهم بروفايل تاعو، والمنصه تتعرف عليه عبر الذكاء الاصطناعي بكل نهار يعني تعرف عليه وتقيم المستوى تاعو بطريقه رقميه، وبعد ذلك تقترح له سلسلة مراجعة أو تمارينات حساب صعوبته وحساب الثغرة تاعو. ومن ثم يوجد أيضا يعني خدمة يعني مميزة، المصحح الآلي للتمارين. الآن يعني هي منصة الشكل على معلم أو افتراضي أو مساعد أو مرافق في المنزل للطفل، ما يحتاج
يخرج يعني بكثره ما يحتاج يعني دروس يعني التدعيم او الدعم. هذه المنصة تعمل على ربما مبدأ التفاعلية اللي هو يكون ناقص في الكثير من الأحيان في التعليم عن بعد. على كل حال التفاعل الرقمي ما يخلفش التفاعل أكيد. مع الأستاذ، ولكن الإشكال أنه الآن أولياء إما يخدموا عندهم شو الوقت أو ما يعرفوش كيفاش يسكلفوا يعني بالأولاد تاعهم. هذه المنصة عندها معلومات على المقرر الدراسي، عندها معلومات على حوالي اكثر من 10500 تمرين راهم في المنصه هذه. اذا حتى اذا كان الوالي ما عندوش الوقت او الوالي ما يعرفش مثلا كيفاش يعني يعاون يساعد يعني الطفل تاعو، هذه المنصه تقدم له. هي موجهه للطور الابتدائي؟ لا، هي طور الان طور المتوسط والثانوي. طيب في مواد الرياضيات الفيزياء والعلوم. اذا المنصة الآن تقدم يعني خدمة يعني كما يقولوا هائلة. طيب هناك إقبال على تحميل هذه المنصة؟ نعم. التطبيق كيف كان الصدى من طرف مستخدمي المنصة؟ المنصة عندها يعني هي جديدة وجات من 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 مؤسسة يعني ناشئة. طيب العام يعني خرجنا العام اللي فات في فبراير 2020، ولكن كانت مع جائحة كورونا. فتحنا ابواب المنصه مجانا في اول الامر، وهذا العام يعني رانا تقريبا في الاول الفصل الاول مطول شويه. عندنا الفكره انه الناس ماشي مولفين بهذا النوع من الاسلوب تاع التعامل مع المنصات، وهم يكتشفوا بطريقه يعني تدريجيه المنصه، والان وكل انسان يعني يكتشفها. نقول لكم هذا الامر ما كنتش متخيله، لانه راه حاليا حتى الطفل تاعي راه في المنصه هذه قلت حاليا يعني تعب وقلق كبير جدا يعني في هو اذا حل ذاتي للكثير. نعم. من المشكلات التي كانت تواجه التلاميذ والاولياء، وهذه الحلول هي التي تعكف المؤسسات الناشئه على ايجادها في مختلف القطاعات ليس في القطاع التربوي فحسب. كيف قمتم بانشاء هذه المؤسسه الناشئه ونحن نشهد على وقع التوجه نحو الرقمنه، التوجه نحو تشجيع ابتكارات وابداعات الشباب؟ في اول امر كانت يعني شركه احنا نشأناها بطريقه يعني كلاسيك يعني كلاسيكيه، ما كانش بعد الوزاره المؤسسات الناشئه ما كانش بعد يعني 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 واجده، ولكن بعد ما اتصلنا بهم يعني كانت ابواب مفتوحه، يعني انسان يعني يشد على الشيء هذايا، واستقبلونا وطرحوا لنا يعني الحلول اللي يعني راهم يقدموها لهاد الشركات. ما بين الحلول يعني مثلا يقدروا يعني يعطيو خفض او ينحيو يعني توسكي تاكس توسكي فات امبو اكسترا عدد امتيازات ضريبيه وجبائيه. نعم، هذه اول امر. هذا الشيء يعني مليح يعني راح يشجع يعني هاد الشركات، ولكن هذا الامر مفيد او يفيد الشركات في اوائل شهور او ايام تاع الشركه يعني في مرحلة الإنشاء. اللي نلاحظوه الآن ما عندناش ان ايكو سيستيم سوفيزون اللي يخلي هاد المؤسسات الناشئة باش تكمل المشوار تاعها في في المدى الطويل يعني. وحنا هذا ممكن نطلبوه مثلا من الوزارات من كل يعني الجهات باش يعتني من هذا الجانب، وخاصة الجانب التسويق عبر نعم التعريف بالمؤسسة. نعم. وتسويق المنتوج أيضا عبر وسائل الإعلام. هناك إجراء منح علامة المؤسسة الناشئة. نعم. ما هي الإضافة الذي قد يقدمها هذا الإجراء لأصحاب هذا النوع من المؤسسات؟ خاصي بارما يعني المقبل تكلمنا عليه هي التمييزات الجبائية سترى. ممكن بعد من التسهيلات أو تعريف على المؤسسة، ولكن من غير طريق الإعلام. هذا قلت يعني هذا الشيء يعني مليح، ولكن ما يكفيش حتى يدعم المؤسسة، لأنه الآن الحلول الرقمية تمشي على الإنترنت، تمشي على مثلا وتستحق إشهار واسع على نطاق وطني وربما نطاق يعني دولي.
وماذا عن صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، خاصة المؤسسات التي فعلا أنشئت وتمكنت من تسويق منتجها كمؤسستكم وتسويق هذه المنصة الرقمية في الدعم التربوي؟ بصراحة ما عنديش يعني معلومات يعني كبيرة على هذا، لأن هذا الصندوق يعني هو جديد جدا يعني. احنا نتكلموا على شيء بعد ما نجربوه، ولكن النية يعني راهي منيحة يعني حسنة. الآن على كل حال، لما نتكلموا على دي ستارت اب أو مؤسسة ناشئة، في الحق ما نتكلموش على الدعم الدولة لهذه المؤسسات، لأنه معروف أن المؤسسات الناشئة في العالم تنطلق هكذا من مجرد فكرة إلى اكتساح العالم بتلك الفكرة اللي تكون جديدة ومبتكرة في أغلب الأحيان. بالضبط، ويكون معها ديزانفستيسور يكونوا وهنا بيت القصيد، كيف يتم الآن العلاقة، توفير هذا المناخ الاقتصادي اللي أنت تحدثت عليه في البداية، المناخ الاقتصادي الكامل والمتكامل لتسهيل نمو هذا النوع من الشركات، خاصة ربط جسور تواصل بينهم وبين رجال الأعمال، بين أصحاب المؤسسات الاقتصادية الكبرى؟ طيب، نتكلم لك ممكن على الشركة الثانية اسمها إنكيديا، اللي خلقت هذا المنتوج اللي اسمه معلم الافتراضي. كيف جت الشركة هذه؟ جت من شركة، وأنا مدير تاع شركة أخرى يعني، في عندها منذ حوالي 2007 وإحنا نخدم في التطور يعني الرقمنة وتطور مرافقة المؤسسات. والقصة الظريفة يعني أنه واحد من النوكليون زبون تاعنا يعني، فإحنا كمؤسسة يعني قديمة جت عندنا الفكرة هذه ودرنا هذه المؤسسة الناشئة يعني، دونك درنا شغل شراكه. اذا عندنا شغل يعني دي زاكتور ايكونوميك كي سون تاسومبلي، دونك اتفقوا وداروا شركه. اذا حنا ماذا بنا هذا الموديل هذا ما راهش وحيد، على كل حال ماذا بنا يكون يتعمم. نعم، كيفاش نقدروا نعموه؟ لابد من كل جهات يعني، وزاره والجهات يعني الخاصه، ان نلتقي. الكفاءات عندنا ما نهضروش، عندنا كفاءات يعني الافكار موجوده لكن الفكره قد لا تكفي، يجب امتلاك ميكانيزمات انشاء هذه المؤسسات. بارك الله فيك. والاشكال في الميكانيزم يعني، الميكانيزمات هذوما لحد الان كل ما تجي طاقم جديد يعني في عندنا في الوزارات، يجوا مثلا يجوا مع ميكانيزمات مثلا تاعهم بدون ما يتصلوا مثلا بحنا باش نساهموا معهم. عندنا كوبور، عندنا نقولوا قطيعة في التواصل مع المؤسسات. انا شوفوا يعني في رايكم ما هو الذي يجب ان يكون حتى نقضي على هذه القطيعة، انه نقلل الهوى بين المؤسسات واصحاب الافكار في عجالة في الاخير فقط؟ الان المطلوب ممكن من كل ليزاكتور يعني ايكونوميك وخاصة الوزارة، ان لما نجوا عند الباب ونطبقوا عليكم افتحوا الباب. صحيح، هذه أول شيء. ثانيا ليكوت، نستمع يعني بعضنا بعض. ثالثا جمع الشمل، نتلاقاو في عدة مناسبات ونتلاقاو يعني بكثرة، لأنه قبل كنا نشوفوا في الريبورتاج على 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 شهيد العربي بن مهدي يعني تهزت مشاعر تاعي، لأنه أنا من مواليد بعد اليوم كل مواطن يحس نفسه مسؤول أنه يحافظ على هذا الوطن. من مواليد يعني بعد الاستقلال، ولكن منذ وأنا كنت صغير كنت نقول واش نقدم لبلادي. كما قدموه الشهداء تاعنا بجميع أبناء الوطن. يبنى هذا الوطن لبنة لبنة. بارك الله فيك، أشكرك جزيلا. إذا أكتفي معك بهذا القدر. سعيد باباسي، صاحب مؤسسة ناشئة، كل التوفيق، نلقاك في فرص أخرى بحول الله تعالى. إذا فاصل ثم نواصل معكم مشاهدينا فقرات برنامج هذا الصباح. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادئنا.
والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا. من أجلك يا من أجلك يا يا طريق. مشاهدينا الآن وصلنا إلى وقفتنا البيئية بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية. اليوم العالمي للحياة البرية هو مناسبة للوقوف عند الجهود المبذولة للحفاظ على المقومات الطبيعية للجزائر وعلى التنوع البيئي من خلال إبرازه وإبراز أهمية المحافظة عليها. يحضر معي سيد رضوان طهري الباحث والمخرج في الأفلام الوثائقية الخاصة بالحياة البرية في الجزائر. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. أهلا وصباح الخير عليك. صباح الأنوار، أرحب بك ونتعرف عليك في البداية. أنت باحث وأيضا مخرج للأفلام الوثائقية، حدثني عن أعمالك وعن مسيرتك في هذا المجال. هي مسيرة في مسيرتي براسك بدأت من الصغر، الخروج للحياة البرية والاستكشافها، مغامرات، وهذا اللي يخليك تبحث أكثر. بدأت من الصغر في انخراطي في جمعيات لحماية نبات الحيوان في المنطقة، وتطورت لإنتاج أفلام وثائقية. هذا هو البداية. البداية إذا كانت شغف وحب لهذا النوع من الحياة، ومن ثم صقل هذا الشغف إلى تجربة مهنية راقية. ما هي الأعمال التي قمتم بها في هذا المجال؟ هي في البداية كانت عمل تطوعي استسمحك للتكلم بالدارجة لاستهدف أكبر شريحة في المجتمع باش تفهمني. هي العمل تطوعي، العمل جمعية هو عمل تطوعي، معناه ماشي حبك للطبيعة يخليك تتطوع باش تنقذها. لخطر الآن احتكيت أكثر، بديت نشوف الانقراضات في تطال بعض الكائنات الحيوانية. نشاهد هذه الصور، هي من الأعمال الوثائقية اللي قام بها الشاب طهري. هذه كلها في منطقة الساورة في الجنوب الغربي للجزائر. نعم، هذه منطقة الساورة، منطقة شاسعة اللي تضم ثلاث ولايات. مثل هذا الغزلان اللي تشوفهم، هذو عندنا ثلاث أنواع نتاع غزلان: غزل الدوركاس والأدمي وغزل الرمال الريم. هذا بمرور الزمن أصبح يتناقص أعداده، كانت بالخمسين غزال يجول صحراء الجزائر، بدا يتناقص. كما اليوم زعما نشكركم على هذا اللي عطيتوا حق للحياة البرية. احنا التحدث على الحياه البريه باش نحموها، خطر هذه بزاف ما يعرفوش باللي متواجدين في الجزائر عندنا. فيها عده اكتشافات في الجزائر، مازال طبيعه عذراء. صحيح. مثلا المزج بين العمل الوثائقي الفني وعلى المبادئ الخاصة بحماية البيئة وتثمين هذا التنوع البري. نحن نشاهد هذه الصور، يعني هي رائعة جدا، حتى أنه طريقة التقاط هذه الصور تنوم عن احترافية كبيرة في التعامل مع الصورة. هذا وثائقي من 7 حلقات، كل حلقة فيها 26 دقيقة، أخذ مني 3 سنوات من التصوير في البرية. والتصوير يتمشى موازي مع الاستكشاف. يعني نعطيك مثال، كاين واحد لو ريبتيلي اسمه سبيكودا، هذا هو من الزواحف. هذا من الزواحف، هذا كانوا دايرينه من اواخر 1800 بلي انقرض من الجزائر، انقرض من العالم. في 1901 قالوا بلي انقرض، في 2015 بوعلام ومناد وداهية اكتشفوا في جهة مشرية بلي عاد موجود. هذه تعطيك وتحدثت عليه كاع الجرائد العالمية نتاع الريبتولوجي على هذا المفاجأة، وهذا باللي هذا ما انقرضش تقريبا أكثر من قرن، دايرينه باللي اختفى من كوكب الأرض وهو موجود. هذه واش نوضح لك عذرية الجزائر. نعم، وأهمية هذه الاكتشافات أيضا. يعني كاين فيها حتى بعض الكثير من الحيوانات والنباتات اللي تخص غير في الجزائر، ما موجوداش في العالم. كاين طائر كاسر الجوز القبائلي يعيش غير في الجزائر. نعم، كاين الثرو شجرة موجودة ما موجوداش في العالم. صحيح، هناك العديد من النباتات، الثرو التأصيلي، نباتات وأيضا من الأنواع الحيوانية. اكتشافات هذه تثير لعاب الاوروبيين، هما ارضهم اكتشفوها وانتهوا منها، بصح من جهه تكتشف صوالح جداد.
هاد الاكتشافات هو اللي خلاني يدفعني باش ندير وثائقي. طيب. وفي نفس الوقت ما نخلوهاش تضيع. نعم لن تضيع بفضل جهودكم وجهود الكثير من يحافظون على الحياة البرية، هذه الحياة التي هي وسط معيشي للعديد من الكائنات من الحشرات أيضا من بينها النحلة البرية. معي عبر الهاتف السيد محمد حمزاوي رئيس جمعية النحالين الجزائريين. أهلا وسهلا بك سيدي. إذا نتحدث عن الحياة البرية، حدثني عن هذه الحياة خاصة فيما يتعلق بالنشاط، نشاط تربية النحل البري ودوره في إنتاج العسل في الجزائر. نعم، لازم نعرف نفرق ما بين النحل البري والنحل العسل. النحل البري هو نحل الكوميتال، يعيش الملكة تاعهم تعيش عام واحد وتدير البيض، وكل عام يخلف لأن دوك لي طبيعي سوفاج يعاودوا يخلفوا كل عام. أما في النحل العسل هو نحل اللي نعطيه حنا محلي بكثرة، وعندنا دوكا لا ميتيز تاعو نقدروا نقلوه من بلاصة لبلاصة. بصح الموضوع اللي حبيت نهضر عليه هو النحل البري. نعم، أهمية الحفاظ على هذه السلالة من النحل، خاصة النحل البري الذي يعيش في الحياة البرية، وبالتالي الحفاظ على التنوع البيولوجي والإيكولوجي للجزائر. ولازم نحتفظ على الخصوصية تاعو. في الجزائر عندنا زوج أخطار خطورات تجاه كنا، هو التصحر ينفع. الجزائر عايشة دوكا في كليما اللي راهو دو بليز اون بلو تري سيفير تري ديزيرتيك، وراهو يحرم هذا النحل من لي روسورس تاعو، ما يلقاش وين ياكل البولان ولا ياكل العسل باش يقدر يعيش. وكي يكون كاين تصحر كاين دونك خطورة على هذا النحل. من جهة الخطورة اللي الإنسان هو مسؤول عليها هو المبيدات، الآليين في الفلاحة العصرية نستعملوا المبيدات بعشوائية، وهي الخطر الكبير على النحل البري. نعم سيد محمد حمزاوي، أكتفي بهذا القدر لرداءة المكالمة. أنتم رئيس جمعية النحالين الجزائريين، شكرا لك. أعود إليك سيد طاهري. سيد حمزاوي أثار نقطة مهمة جدا، هي تأثير الإنسان على هذه الحياة البرية، قد يكون تأثير إيجابي وقد يكون أيضا تأثير سلبي. كيف نقنن، كيف ننظم تأثير الإنسان على هذه الحياة، خاصة بالعودة إلى أهمية العمل الجمعوي والمجتمع المدني في هذا الإطار؟ العمل الجمعوي وهذا راهو ينبه من وقت، والجزائر قننت في هذا السياق العديد من القوانين اللي تحمي هذه النباتات واستعمالات والخروقات. بصح للأسف مازالت حبر على ورق القوانين، مازال ما كانش ردع. احنا من نشوفوا واحد يستعمل مبيدات ممنوعة بكم هائل اللي تقتل النحل، تقتل الطير اللي ياكل ديك النحله، والطير اللي ياكلها تدي واحد اخر يموت. سلسله صرات في واد في زوز فانا في بشار، صرات هكا استعملوا مبيدات لقاو حتى الجمال ماتت. هذا كاين في القانون، بصح من ندوروا على الردع وين راه؟ هنا نروحوا للوعي، لضروره الوعي خاصه سكان هذه المناطق، السكان المحليين، وهنا الدور الجمعوي نعود ليه دائما. الجمعوي راه ينبه، الوعي ما يكونش للمواطن، الوعي يكون للمسؤول. نعم. ماشي الخطر، المسؤول هو اللي خصه يقوم بمهامه من اداره غابات. من المسؤول يخليها سايبه ما كانش نتيجه. احنا نقعدوا غير شغل المواطن. شوف، في غياب النور يجي الظلام، في غياب الخير يجي الشر. ما تستناش المواطن تخليها سايبه ويجيك الخير، يجيك دائما تخليها سايبه الخروقات، طيور تتباع في الاسواق المحميه دوليا، الخروقات هذه نتاع البيئه. خص يكون ردع، قانون ردع، قانون تدير مخالفه عندك بروسي ولا الناس تبدا تخاف تحبس، كما دارت سبقتنا اوروبا والدول باش طورت بالردع بقوانين، بصح من تخليها سايبه راه تروح. دونك هذا اللي يتكلم على النحل
النحل شغل سلسله غذائيه، من تكسرها تموت معها شحال من حاجه. وللاسف شفنا ثاني صحاب النحل عندهم سلبيات ثاني، يقبضوا طائر الوار هذاك الاخضر الجميل ويقتلوه الاخضريه كلهم نحلهم ثاني. هذه من باب الجهل، ما يخموش بلي سلسله ولا كاين طرق واحده اخرى باش تبعدها. الى الوعي دائما، الوعي عند جميع الوعي الشرق. يبدا من هذا الميكروفون اللي راه التقط اصواتي، الوعي يبدا من التلفزيون. وعلى قلت لك نشكرك على هذا على هاد الحصه اللي حصصتوها اليوم العالمي للبيئه، عاد راه داير غير شويه من حقها على الاقل الدول الاخرى راه دير السينما الخضراء. السينما الخضراء دخلوا في اقحاموا في تلفزيوناتهم حصه كبيره، وهذا مفروض عليها دوليا. نحن رانا عاد بشويه نهضروا على البيئه على الاقتصاد وهي مستقبلنا عن السينما الخضراء. الخروقات علاش قلت لك عند المسؤول. المسؤول مثلا نمشوا لسكيكده، بيجي عطيته الدوله مخصصته مثلا باش يردموا النفايات، هذاك البيدجي فيه لي برودوي اللي تحطها على النفايات ما تحرقهاش، الاخر اذا حرقتها دير يعني تفاعلات تطلع في الهواء صح. ودير الناس الكونسير ودير هما ذاك البيدجي ما يقسموش نيشان، يسرق ولا كما رانا نتحدثوا على الخروقات اللي كاينه والعصابات وهذو. دوك ما كانش متابعه، تابعه حاسبه المال السايب يعلم السرقه. صحيح هذا اللي راه احنا من انا نشوف الحلول نشوفها باللي عند المسؤول. سيد طهري انا نخلي لك الميكروفون لدقيقتين، عندك توجه رساله تقول كلمه، انت حر في هذه الدقيقتين. قلت لك شفت نشوف انا الحل ماشي عند قال دائما نلومو هذا شعب ما مربيش هذا الاخر، لا المسؤول اللي خصه هو يربي الشعب، هو اللي يفرض قوانين، هو اللي يتبع المتابعه، هذا اللي يقدر يوصلنا في النتيجه. بصح باش نقعدوا غير نلومو ونحصلوا في روحنا هكا نقعدوا ندوروا في دوامه ما تاديناش النتيجه. الجزائر لديها من الكنوز وفي الحياه البريه ما يستطيع الحياة البرية كل سنة تفقد غير التاديات ربع التاديات كل سنة. وأسرع وتيرة تاع الانقراض اللي راهي طال العالم هي هاد القرن الأخير، معناها في 50 سنة انقرض نصف اللي كان متواجد في الكرة الأرضية من حيوانات. رانا كل عام نشوفوا واحد القرن راح وكاين حيوانات تختفي ما نسمعوش بها، حنا ثاني الجزائر عندنا ثروة راها تختفي ما خلوش الوقت يفوتنا وما نحموهاش، خصنا نديروا محميات. الحل راه فيه محميات بعدا باش وين تدرك، وديك المحميات توفرنا ثروه ما اللي راه تدخل بها دول اخرى المليارات نتاع السياحه. نديروا سياحه هنايا وهذا معنا عندنا الايجابيات. لا شكون اللي يديرها؟ ماشي انا ولا احنا، غير نذكروا كباحثين المسؤول هو اللي يدي قرارات ويدير هذا. طيب نتمنى ان تصل الرساله وان تجد اذان صاغيه. رضوان طهري الباحث والمخرج افلام وثائقيه خاصه، نتمنى ايضا ان نستمتع بالمزيد من الصور الجميله اللي احضرتها لنا ونتابعها فعلا على التلفزيون الجزائري. شكرا لك. نبقى مشاهدينا مع معالمنا الاثريه الان والسياحيه، نزور قبر الروميه بولايه فازا، نتابع هذا الروبورتاج. شرشال القيصرية في البداية كانت مدينة فينيقية تسمى إيولا. في عهد الملك يوبا الثاني تحول اسمها من إيول إلى قيصرية. شرشال مدينة يوبا الثاني الذي جعل من عاصمته قيصرية مركزا للفن والثقافة الأمازيغية. إيول أو ما يسمى حاليا شرشال، وهي كانت عاصمة ملكية ليوبا. الشيء الذي يميز فترة يوبا الثاني هو ولوعه بالثقافة الرومانية والهيلينية واستقدامه إلى أكبر وأشهر النحاتين ومواد البناء. فمتحف الوطني لشرشال توجد به بعض البقايا المنشآت والإنجازات من منحوتات وتماثيل التي تعبر عن الحياة اليومية المتأثرة بالثقافة الهيلينية أي اليونانية، ومدى قوة مدى ازدهار دولته وثرائها وولوعه بالعمران. كانت هذه إذن مشاهدينا ورقة عن المتحف الوطني لشرشال. الآن وصلنا إلى طائفة من الأخبار الرياضية بعد الفاصل.
الزميل علي جعفر معي على المباشرة لتقديم أخبار الرياضة. أهلا علي، إليك. مرحبا فايزة، شكرا لك. مشاهدينا سعدتم صباحا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو البداية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يتنقل اليوم فريق مولودية الجزائر إلى السنغال لمواجهة نادي تونغيت لحساب الجولة الثالثة من مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، بحثا عن محو آثار الهزيمة القاسية على يد الترجي التونسي في الجولة الثانية بثنائية مقابل هدف على ملعب 5 جويلية الأولمبي. ويبحث فريق مولودية الجزائر كذلك عن إزالة آثار أو تداعيات الهزائم الأخيرة التي تكبدها الفريق محليا وقاريا. هذا وكان لنا اتصال مع رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر عبد الناصر الماس في وقت سابق، وتحدث عن سفرية داكار وعن تحضيرات الفريق إلى غاية موعد المباراة. رجوع الفريق للتدريبات بعد يوم من الراحة مقابلة السبت الماضي، اللاعبين رجعوا البارح للتدريبات واليوم كانت هناك حصة تدريبية وراح تكون هناك حصة أخرى في صباح الغد قبل الانطلاق بعد الظاهرة، يعني في حدود يعني المفروض الساعة الثانية زوالا نحو داكار على متن طائرة خاصة على الخطوط الجوية الجزائرية. قمنا بكل يعني التدابير الصحية وكل تراخيص، وإن شاء الله يعني نتمنوا تكون رحلة مريحة للاعبين والطواقم باش يكونوا على أتم استعداد لهذه المقابلة المهمة. أما فيما يخص هناك بداكار، ما يخفالكمش أن اللقاء راح يكون يوم السبت إن شاء الله على الساعة 4 توقيت محلي، وراح برمجنا يعني حصة تدريبية ليوم الغد، اليوم بعد الغد يعني صباح وصلنا بعد وصولنا لداكار، وحصة ثانية يعني في توقيت المقابلة على الملعب اللي راح تكون فيه المقابلة إن شاء الله. في ذات المنافسة يحل نادي الهلال السوداني منافس شباب بلوزداد بالجزائر اليوم تحسبا لمباراة الجولة الثالثة من مجموعات رابطة الأبطال بعدما تلقى أمس فقط ترخيص التنقل إلى الجزائر. هذا ويواصل شباب بلوزداد تحذيراته للمباراة من أجل تعويض الخسارة القاسية في الجولة الثانية بتنزانيا على يد نادي ماميلودي سانداونز بخماسية مقابل هدف. 6 مقابلات كاملة متأخرة في رزنامة شباب بلوزداد ستشكل صداعا كبيرا للفريق ولمدربه فرانك دوما، وأقول فيما هو قادم من أيام وأسابيع تراكم لا يريد أبناء العقيبة أن يؤثر على النتائج الفريق، يقول صوفيا المهندي. مشوار ماراثوني وشاق ينتظر شباب بلوزداد هذه الأيام جراء تراكم المباريات المتأخرة وارتباطه بمنافسة دوري أبطال إفريقيا في آن واحد، عوامل تشكل صداعا لدى المدرب فرانك دوما بما أن الفريق لا يريد التخلي عن أهدافه المحددة. 6 لقاءات متأخرة أمام أبناء العقيبة ضمن الرابطة المحترفة، تأخير من شأنه أن يؤثر على نتائج الفريق، ما يجعل الطاقم الفني يسابق الزمن لأجل تدارك الحجم الكبير للمباريات المؤجلة. الإصابات على كثرتها زادت من متاعب الفريق وطرحت الكثير من التساؤلات حول دور المحضر البدني والطاقم الطبي في إفراغ العيادة، ما دفع شباب بلوزداد لمواجهة منافسيه بتعداد ناقص خاصة على مستوى الخط الأمامي. ولن يستفيد شباب بلوزداد من الراحة بعد نهاية مرحلة الذهاب بما أنه سيكون مطالبا بإنهاء جميع المباريات المتأخرة خلال الأسبوع الأول من توقف البطولة، ولو أن النادي البلوزدادي معفى من الأدوار الأولى لكأس الرابطة على غرار باقي الأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية. السقوط المدوي على يد ماميلودي سانداونز أخرط أوراق فريق شباب بلوزداد الذي بات مطالبا بالتعامل بجدية أكثر إن أراد المحافظة على كامل حظوظه في التأهل، والبداية من مباراة الجولة الثالثة أمام الهلال السوداني التي تعد نقاطها غالية بل لا تقبل القسمة على 2. يا سلام يا سلام حمزة بن الأحول.
منافسة كأس الكاف عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الحكم الليبي معتز إبراهيم لإدارة مباراة الشبيبة مع كوتون سبور الكاميروني الثلاثاء القادم، وسيكون الحكم الليبي مرفوقا بمواطنيه عطية أم السعد وكميل مجيد. وفي منافسة كأس الكاف كذلك وبعد اعتذار كل من مصر وليبيا ومالي على احتضان مباراة وفاق إصطيف مع ضيفه أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، تلقت إدارة الوفاق ردا إيجابيا من الاتحاد الغاني لكرة القدم لإجراء المباراة بالعاصمة أكرا. ضمت التشكيلة المثالية للجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية اسم مدافع مولودية الجزائر معاذ حداد، ويعد اللاعب الوحيد الذي ضمن وجوده في التشكيلة المثالية منذ بداية منافسة المجموعات لهذه المنافسة. في بطولة الرابطة المحترفة سيعود نادي شباب قسنطينة للاستقبال بملعب عبد أو بن عبد الملك رمضان بداية من الجولة المقبلة، حينما يستضيف نصر حسين داي ضمن الجولة 16. وانتهى تشغيل صيانة الملعب بعد أسابيع عديدة من غلقه ما جعل الفريق يستضيف منافسيه بملعب عبد حمداني بالخروب خلال الجولات الفارطة. تحذيرا للجولة القادمة يواصل فريق سرع غليزان تدريباته بغليزان تحسبا لاستقبال اتحاد بلعباس هذا الجمعة في مباراة محلية مهمة ومثيرة. بالمهدي بالمهل زار الفريق وأعد التقرير الموالي. ملعب حي برمادية بغليزان أبوابه أمام السريع لإجراء التحذيرات كبديل مؤقت في انتظار جاهزية ملعب الطاهر زوغاري الذي تجري به الأشغال لإعادة تجديد أرضيته بالعشب الاصطناعي من الجيل السادس، وتنتظر سريع غليزان مقابلة هامة في الجولة القادمة أمام الجار اتحاد بلعباس، ويحاول من خلالها الطاقم الفني وقف هاجس النتائج المتذبذبة. خرجنا من هزيمة قاسية غير منتظرة باسكو كنا نلعب مع كونكيرون ديريكت و توجو بريبار بور غاني دي ماتش. بالك لا كوبير كيما لعبناش الجوله المقبله هذيك تاع لا جي اس كاب هي اللي اثرت على اللاعبين، كان نصرا نوع من التراخي شويه موفيز دو كونسونطاسيون باسكو كي تشوف الماتش ماتش ماكش ديفيسيل دي زيرور انديفيديال وين ماركون لي بيت. بون هذه سوت الحياه، هذا هو الفوتبول. بالك الفريق تاعنا كان خرج على اطار اللي ما كناش قراو فيه، وتوعد ما كان يقرا في سيري غيزان يلعبها بذاك اللعب، وخاصه الهدف الاول والثاني حطموا المقابله. دروك رانا بمعنويات اونيساي زعما كنا رومو المورا اللاعبين اونكوريجي لي زيرور نخدموا نحضروا على كونت اون ايكيب كيرفيان كونكيرون ديريكت اتحاد بلعباس. عناصر سريع غليزان تحضر بجديه وكلها عزم للتقدم في سلم الترتيب، غير ان الماموريه ليست بسهله حسب اللاعبين. انا خدمو بجديه باش ريكتي في هاد لي 3 بوين اللي راحوا لنا، وما يخفاش عليك باللي ديربي والديربي صعيب يتلعب على لي ديتاي صغار. حنا نخدمو باش نفرحوا انصار تاعنا ونخلفوا نقاط تاعنا ونفوزوا بالديربي ان شاء الله. ما يخفاش عليكم ما غاديش نلعبوا في الميدان تاعنا، ما لاباليش مازال ما قروش وين نلعبوا الميدان وكاع. حنا رانا بريبارو الماتش هذا، ماتش ما غاديش يكون سهل، ورانا خارجين من الديفات اللي درنا درك كونت النهد. ان شاء الله حنا نبريبارو هذا الاسبوع ان شاء الله باش نحقوا هادو لي 3 بوين باسكو غادي باش تخلينا نتنفسوا شويه بالنقاط، وان شاء الله بربي نعرفوا كيف نحضروا هذه المقابله ماتش ديربي. ويبحث أشبال المدرب الشريف الوزاني تدارك نقاط المقابلة التي خسرها أمام نصر حسن داي والبحث عن الفوز الخامس لهم من عمر البطولة. في بطولة الدرجة الثانية الآن أقيل واستقال لحد الآن 12 مدربا بعد مرور 3 جولات فقط، وهو ما يمثل ثلث عدد المدربين. والتفاصيل في سياق تقرير بلال البوزيدي. البطولة الوطنية بقسميها الأول والثاني لم تعد تحمل لنا المفاجآت في كل موسم كروي،
فبعد 15 جولة لعبت لحد الآن من عمر الرابطة المحترفة الأولى، ها هو مؤشر إقالة واستقالة المدربين يصل لعتبة 15 مدربا. وكان لشبيبة القبائل الحظ الأكبر باستنفاذ الإجازتين بعد مرور 6 جولات فقط. هذا العدد وحسب متابعين بات يعكس مستوى التسيير العام للمنظومة الكروية في البلاد، فما يعيشه القسم الأول تحصل حاصل للعدوى التي انتقلت للقسم الثاني. التسيير ما تغيرش، راهو زاد من ناحية سلبية. يعني احنا كنا نقولوا الجزائر جديدة، ممكن الرياضة راح تتحسن أيضا وخاصة في كرة القدم وإن كان الفساد. مالوريزمون ما زال توجور دو لي ميم تريت كي جار لو فوتبول ناسيونال، وتوجور المشاكل هادو المادية. يعني احنا نطلبوا من السلطات يعني باش يحاربوا هاد الناس اللي راهم يسيروا كرة القدم، لأنه ما فيه تحسن. رانا بوكو بلوس رانا للرداءة. هذا الكم من الإقالات والاستقالات يبقى مرشحا للارتفاع في ظل النتائج السلبية التي تسجلها أغلب الفرق، والتي بدورها تظل دائما ترضخ لضغوط الشارع الرياضي المتعطش للنتائج الآنية. وفي ظل هذه الصورة المقدمة من طرف الفاعلين في الحقل الكروي، بات لزاما على مسؤولي اللعبة الأكثر شعبية سن قوانين أكثر جدية للتقليل من ظاهرة إقالة واستقالة المدربين. في مستجدات اللاعبين المحترفين، اختار موقع سوفا سبور للإحصائيات والأرقام 4 لاعبين من المنتخب الوطني لكرة القدم ضمن أفضل 10 لاعبين عرب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى. واعتلى مهاجم ميدز فريد بولحية القائمة بتنقيط 7.55، واعتلى أو متبوعا بمهاجم مونبولي أندي دولر ثم رياض محرز، فيما احتل مهاجم نادي نيم زينتين فرحات المركز العاشر. في رياضة الدراجات الهوائية الآن، تتواصل التحضيرات لمنافسة كأس الجزائر لاختصاص الفي تي تي بمدينة التيارت. الزميل محمد نور الدين قاسمي زار المسلك المخصص للمنافسة وبعث بالتقرير التالي. هذه المساحة الغابية المحيطة بمدينة التيارت ستكون بعد أيام مسرحا لتنافس رياضي متميز، رواده دراجون مسلحون بركوب الخطر وحب الطبيعة. تحذيرات مسلكي اختراق الضحية وهبوط المنحدرات تحسبا للمرحلة الأولى من كأس الجزائر للدراجات الهوائية الجبلية تكاد تنتهي. المسلك هذا فيه عدة بليزور بارتي، كما اليوم رانا في لابارتي غوشوز رانا نديرو في الباليزاج باش الناس هنايا يكون كيجي لو رايدر يشوف المسلك اون ميم طون باش ما يطيحش. كاين بلايص وين كاين الريسك بزاف. رانا نقوموا بالتنظيف كما راكم تشوفوا بالتنظيف المسلك. ان شاء الله يحتضن المنافسه الوطنيه المرحله الاولى من كاس الجزائر للدراجات الهوائيه الجبليه اختصاص في تي تي اكسيو المقامه بولايه تيارت ايام 4 5 6 مارس. المسلك يمتد على 4.2 كيلومتر، هو عباره عن حلقه مغلقه متنوع، فيه صخور، فيه منعرجات، فيها مرتفعات حوالي 30%. هو مسلك في حد ذاته مميز. النادي الرياضي الهاوي الناشط في الميدان ينسق مع مديرية الشباب والرياضة. نجم نقول باللي الفي تي تي هو رياضة وسياحة بصفة عامة. اليوم عندنا 27 ولاية اللي راح تكون حاضرة هنا في هذه التظاهرة الرياضية، أيضا أكثر من 200 متنافس اللي هم رايحين أيضا يتنافسوا وميم طون يشوفوا الطبيعة الخلابة تاع ولاية تيارت. المنافسة وإن كانت ستسفر عن متوجين بألقاب، فإن الفرجة والسياحة واكتشاف جمال الطبيعة ستزيد في جمالية هذه التظاهرة الأولى من نوعها بتيارت. بهذا مشاهدينا نختم أخبار الرياضة، نشكركم على المتابعة ونعود إلى زميلة فايزة. شكرا لك علي. بهذا أختم معكم أنا أيضا مشاهدينا عدد برنامج هذا الصباح لهذا اليوم. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.